أعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحضارة القبطية. أنا سعد ميخائيل سعد. حلقة اليوم بعنوان الحضارة القبطية في وينيبيك. مدينة وينيبيك عاصمة مقاطعة أو بروفنس أوف مانيتوبا في كندا، وهناك حضارة قبطية هناك. سنتمتع في خلال الساعتين القادمتين في برنامج عن مظاهر وصور وحياة الأقباط هناك من النواحي الروحية والاجتماعية والحضارية. ضيفة هذه الحلقة الأستاذ الدكتور فاتن موريس جرجس، أستاذ الأدب الإنجليزي بكلية بولك بولاية فلوريدا. مرحبا يا دكتورة فاتن. أهلا بيك. أهلا بيك. يشرفنا حضورك معنا اليوم. ودكتورة فاتن ليست غريبة عن برنامج الحضارة القبطية، فقد استضفناها من سابقا في الجزء العربي والجزء الإنجليزي من برنامجنا، وبالأخص لدراسة الدراسة العلمية لموضوعات الهوية القبطية، المقاومة من خلال التقليد الشفاهي، رحلة الأسرة المقدسة في مصر، خصوصا أن هذه الرحلة كانت موضوع رسالة الدكتوراه بتاعتها التي حصلت عليها من جامعة أتلانتيك فلوريدا يونيفرسيتي، عن بعنوان Resistance Through Orality Among Persecuted Copts، كيف أن الأقباط في حياة الاضطهاد التي عاشوها استخدموا أو استفادوا من التقليد الشفاهي كجزء من المنظومة لمقاومة احتمال الاضطهاد والرد الإيجابي ضد هذا الاضطهاد بروح مسيحية أثبتت على مدى 2000 سنة. مرحبا مرة تانية يا دكتورة فاتن. يشرفني ويسعدني أن أنا أبقى موجودة معاكم النهاردة ونشترك ونتكلم عن الحضارة في وينيبيك. شكرا. الأول نشوف صورة رقم واحد، موقع وينيبيك من خريطة العالم أو على الأقل خريطة أمريكا وكندا. هي وينيبيك في نص المسافة من الشرق للغرب بتاع كندا، و قريبة من الحدود الأمريكية، وزي ما قلنا إنها في ولاية مانيتوبا. وأيضا نظهر بعض الصور عن الحياة في مانيتوبا من ناحية الأنهار والعمارات، لأنها مدينة فيها حوالي 1,000,000 نسمة. فزي ما احنا شايفين في الصور التالية حوالي 5 مناظر عشان تدي المشاهد العزيز فكرة عن الحياة عامة في هذه المدينة. ضيفتنا الدكتورة فاتن النهاردة عزمناها ونشكرها على قبولها الدعوة، لأن هي عزموها في كنيسة ماري مرقس في وينيبيك لكي تكون المحاضرة في الاحتفال السنوي الذي يقيمونه هناك بمناسبة عيد دخول السيد المسيح لأرض مصر. وفي هذا الاحتفال بيعزموا الكنديين، وهذا العام كان العام العاشر، ويحضر حوالي المتوسط سنويا حوالي 700 شخص كندي غير أقباط، يتعرفوا على الروحانية القبطية، التاريخ القبطي، الواقع القبطي، الفن القبطي، الروحانية القبطية، الرهبنة القبطية. بيزوروا الكنيسة، بيعملوا لهم مسرحيات، يعملوا لهم مهرجان لمدة 2 يومين متكاملين سبت وحد. والدكتورة فاتن كانت هناك هذه السنة ضيفة الشرف المحاضرة لهذه الجموع.
مرحبا تانية دكتور، مرة تانية دكتور فاتن. أهلا بيك، أهلا بيك، أنا مبسوطة خالص معاكم النهاردة. ما تعليقك على هذه الكنيسة الجميلة التي استغرقت، هي كنيسة يونج صغيرة سنا، إنما طبعا ورثت التاريخ القبطي بتاع 2000 سنة، والمهاجرين اللي أسسوها جم من عائلات قبطية، وهم نفسهم اللي كان منهم خدام في مدارس الأحد أو أعضاء إلى فالأقباط لما هاجروا من مصر من الستينات والسبعينات والثمانينات ما هاجروش فقط للتفوق العلمي أو المهني بروفيشنال جروث، إنما أيضا حملوا معهم مسؤولية الحفاظ على التراث القبطي. ونشكر الله أن الكنيسة كانت الميديوم، كانت الوسط اللي في هذا التراث حفظته، يعني مثلا الفن القبطي في إيقونات الكنائس، الموسيقى القبطية في الألحان القبطية الكنسية، العمارة القبطية في تراث بناء الكنائس، التعليم القبطي في مدارس الأحد، الرهبنة القبطية في الأديورة اللي حصلت في بلاد المهجر. كنيسة كندا ابتدت في السبعينات عن طريق ان الكاهن ابونا مرقس، الياس مرقس، كاهن تورونتو، وهو اول كاهن يرسم على نورس امريكا، وابتدى خدمته في تورونتو في سنة 1964، وكان بيخدم في انحاء امريكا وكندا لمدة منذ ذلك الوقت. وضمنا ابتدى يزور وينيبيك في بداية السبعينات، كان في 5 عائلات. حضرتك رحت سنة 2014 كان في حوالي 250 عائلة. فمن البزار دي حصلت هذه الشجرة. كلمينا ماذا رأيتي في شعب وينيبيك وكنيسة وينيبيك وخدام الكنيسة في وينيبيك؟ في الواقع عديت معهم يومين، السبت والحد والجمعة والسبت والحد، وبصراحة كانت من أجمل الزيارات ومن أحلى الخبرات اللي أنا أخدتها في زيارة كنيسة من الكنائس بالطريقة دي. هم الوعي عالي جدا، الشعب متفاعل، الشعب كله بيشترك في خدمة الكنيسة وفي إظهار مظاهر الحضارة القبطية للشعب الكندي. عملوا مهرجان في منتهى الجمال، أكبر مهرجان أنا شفته، الاحتفال بدخول السيد المسيح مصر. يعني في مهرجانات تعمل في كنائس تانية، لكن مش بالضخامة دي، ومش بالاهتمام وبالجمال ده. الكنيسة عندهم في منتهى الجمال. الكنيسة أساسا اشتروها كميديا، كانت ميديا سنتر، كريستيان ميديا سنتر، فمجهزة تجهيز عالي جدا. قاعة المحاضرات اللي أنا حضرت فيها كانت قاعة مجهزة تماما زي أي قاعة أنا بدرس فيها في أي جامعة من أحسن الجامعات، كانش في أي مشكلة صوت ولا أي مشكلة عرض ولا أي حاجة. الحضور قعدوا مرتاحين، شاشات العرض كانت واضحة، كل حاجة كانت متنظمة بطريقة جميلة جدا، والشعب بيشترك بطريقة حلوة جدا جدا، والكنديين بيتفاعلوا بطريقة ممتازة مع الكنيسة القبطية، بيحبوها وبيجوا يحضروا وبيشوفوا. يعني أول مرة أشوف عدد حوالي 500-600 واحد كندي يجي يحضر. عايز أقولك أنه الإقبال كان شديد جدا، لدرجة أنه هم حطوا نفس المحاضرة اللي أنا عملتها، أنا عدت المحاضرة، هي محاضرة كانت حوالي ساعة، ساعتين إلا ربع، عدتها 4 مرات في يومين. أربع مرات لجمهور مختلف، كل مرة طبعا بيجي ناس مختلفة. والقاعة كانت بتتملي كل مرة، يعني مرتين يوم السبت ومرتين يوم الأحد، مرتين يوم السبت ومرتين وناس داخلة وناس طالعة كل محاضرة. فطبعا ده ما بيحصلش، يعني احنا ما بنشوفش الإقبال من الأجانب على أنهم يحضروا محاضرات لينا بالطريقة دي. أنا على الأقل ما شفتوش قبل كده، يعني ده نجاح رائع. بس هم بيحضروا للمهرجان بطريقة منظمة جدا من الأول، كل حاجة معمولة، هو دي سنة، السنة التاسعة ليهم، فعندهم خبرة وباع طويل في أنهم يحضروا للمهرجان ده. فكانوا مغطينه حلو قوي، كانوا مغطيين زيارتي حلو قوي، مغطيينها بمنشورات ومغطيين المهرجان بمنشورات وبدعاية في كل حتة. أنا شايف هنا من غير مقاطعة أحد المطبوعات بتاعتهم لتقديم عيد دخول المسيح له المجد أرض مصر،
بالصورة، وده طبعا كان نزل في إعلانات وتلفزيون وجرايد، حاجة جميلة جدا، ويوفط في الشوارع حضرتك قلتيلي. الشارع الأساسي اللي فيه الكنيسة على كل عمود نور كانوا حاطين يافطة بهذا يافطات الشكل. ملونة وجميلة ومختلفة، كل رسم ارت وورك فيها مختلفة عن اللي قبله، ملفتة وحلوة جدا جدا جدا، بتشير لمكان المهرجان وبتلفت نظر الناس. وفي الواقع يعني عملوا تغطية، هم بيستعدوا للمهرجان شهرين قبلها، اي ف يعني اللي بيعمل لهم الماركتينج بيعمل خدمة حلوة قوي. اه حتى ان العدد الكبير ده بيروح، بالظبط، يعني انه لازم في دعاية. دعايه كافيه، انه كل يبقى عارف، وانه كل عنده عامل يعني، كمان ناس بتيجي بتقعد شويه كويسه يعني، كتير بيحضروا اللكتشرز، بياكلوا، بيقعدوا بقيه اليوم، بيحضروا الافلام اللي هم حاطينها، بيتكلموا مع الشعب وبيتفاعلوا معاه. يعني الزياره ما هياش ابدا زياره صغيره، مش بيخش مثلا يحضر محاضره ويخرج، لا على الاطلاق، او يحضر مسرحيه بتاعت الولاد ويخرج، لا بيقعدوا شويه كويسه يعني، يخرجوا ويقعدوا وياكلوا ويتفاعلوا ثلاث مع أربع الشعب. ساعات اليوم كامل. بالظبط، فعندهم فرصة طويلة جدا انهم يتعرفوا ويتفرجوا على الكنيسة من جوه، بيخش يتفرج على، بتجيله فرصة انه يدخل يتفرج على الكنيسة. كثير منهم متدينين ومسيحيين، بيخشوا يصلوا، بيخشوا يتكلموا مع الأب الكاهن، بيكلموا شعب الكنيسة، بيقعدوا معاهم شوية. يعني كمان فرصة التفاعل مع ما بين الشعب وما بين الكنديين الموجودين في المنطقة رائعة. جميل جدا جدا جدا. لتقديم هذا الاحتفال صاحب النيافة الأنبا مينا أسقف ميسيساجا وغربي كندا قدم لهذا الاحتفال في تسجيل نعرضه الآن، بس مسبقا نشكر قداسة البابا تواضروس الثاني على تفضله برسامة أسقف لغربي كندا واختياره لصاحب النيافة الأنبا مينا. نستمع الآن، هو التسجيل باللغة الإنجليزية لأنه للشعب الكندي، كان بيذاع على شاشات الكنيسة طول فترة الاحتفال للترحيب بالكنديين، ونستمع لهذا التسجيل. Welcome to the annual St. Mark Coptic Orthodox Church Festival. St. Mark Coptic Orthodox Church of Winnipeg, Manitoba hosts this annual event to celebrate the flight of the Holy Family to the land of Egypt. This event will introduce us to the Coptic Church and the Egyptian history, traditions, and culture to the Canadian community. This film will take you on a tour of the interior of the Coptic Orthodox Church to show its features and structures, which are derived directly from the teaching of the Holy Bible. I hope you will enjoy this show, and please follow it by visiting the rest of the festival activities. This short film will introduce a brief history of the Coptic Orthodox Church and will take you on a tour of its interior to show you its features and structures. St. Mark the Apostle established the church in Alexandria on the coast of the Mediterranean in the year 61 AD. He was martyred in the same city in the year 68 AD. The Christians make up about 15-20% of the population of Egypt. Most of the Coptic Orthodox churches are built either in the shape of Noah's Ark, which was the means of salvation and liberation of humanity in the Old World, or in the shape of a cross symbolizing the salvation which we receive through the crucifixion, death, and the resurrection of our Lord and Master. Jesus Christ is the head of the church. The cross represents our holy sign, which you will see on the highest point of the church, both inside and out. The iconostas is a wooden divider that separates the altar and the congregation. Some consider it to be a symbol of the veil of the altar, which was used to separate the Holy of Holies in the Jewish temple from the Holies. It also symbolizes the barrier that came between God and humanity as a result of Adam and Eve's sin. This barrier was broken in half after the crucifixion and resurrection of the Lord Jesus. Above the iconostas and below the cross are the icons of the 12 disciples,
And on your right and to the right of the altar doors, you will find the icon of our Lord Jesus. On his left is the icon of St. John the Baptist during the baptism of our Lord in the Jordan River. Further right is the icon of the patron saint of this chapel, St. Philopater. On the left side of the altar doors and to your left is the icon of Our Lady, the Virgin St. Mary. Next to her is the Archangel Gabriel announcing to her the birth of our Lord, and next to him is an icon of Archangel Michael. The iconostasis is situated on the eastern side of the church, where the sun rises and it symbolizes our Lord being called the Son of Righteousness, and that the glory of God will appear in the east. The second section of the church is the chorus area. It is in front of the altar doors, and it is the deacon's assigned area. The third section is where you are seated now, and it is designated for the congregation at large. The catechumens used to sit further back in the olden days until they were eventually baptized. On your left and right, on the walls, you will find the icons of the saints who were martyred because of their steadfastness in their faith in the Lord Jesus Christ. They are an integral part of our Orthodox faith. Some of them were witnesses to the faith without being martyred. In front of the iconostasis, you will find a number of small boxes which hold relics of different saints, among whom there are St. Mark the Evangelist, who is the patron saint of all Copts, and St. Philopater, the patron saint of this chapel. To have these in our possession is considered an honor, a blessing, and a reminder to our young generation of the sacrifices of their forefathers. The altar area is the space behind the iconostasis. It contains the altar table and a niche in the eastern wall known as the Bosom of the Father. It has an icon of the Lord Jesus surrounded by heavenly hosts, and he is ruling the universe. The altar table is part of the Holy of the Holies. Prayer is raised upon it. It is usually made of wood or marble and is covered with three layers of cloth. It is sanctified with an altar board if it had not yet been anointed with the myrrh and oil, which contains the spices used to embalm our Lord's body. Above the altar table, there is a dome which symbolizes heaven, and it sits atop four columns. The entrance to the altar area is called the Royal Doors because the bread which is to be sanctified to become the body of Christ enters through it. Some of the sanctified utensils used by the priest are also on the altar table. The throne or ark is a wooden box that is put on the altar for preserving the chalice during the Holy Liturgy. The chalice is a golden or silver vessel filled with the holy wine and some water. In the Eucharist, this is transformed to the Lord Jesus Christ's blood. And the spoon, a silver spoon on top of which is a cross. It is used to administer the holy blood. The paten is a round silver plate where the lamb is placed. It refers to the Lord Jesus Christ's manger and grave. There is a silver box enclosing a copy of the four Gospels or the complete New Testament. The censer symbolizes the Virgin Mary's womb, where the blessed divinity united with humanity without getting burnt, just like the fire that unites with charcoal refers to the divinity of Christ united with his humanity. There is also a box for incense, which is usually made of silver or carved wood. It is placed at the right hand of the celebrant, or priest. The deacons also use two musical instruments, the cymbals, which are two circular metallic instruments that give a rhythm to harmonized church hymns, and the triangle, a triangular musical instrument. The priest's vestments are composed of a tunic or a tunia, and it means a white robe. It has to be white because it represents the purity of the servants of God. White was mentioned several times in the Bible. This tunic should be worn by all the ranks, bishop, presbyter, deacon. The presbyterial episcopal stole or sadra, it represents the breastplate of Aaron in the Old Testament. Finally, the Coptic Church uses the Coptic language in her prayers. It is a modern form of the hieroglyphic language used by the pharaohs. It is used in the Coptic hymns stressing their spirituality and beauty. We thank you for your attention and sincerely hope that you have enjoyed this program. We invite you to go and enjoy the other festival activities. Thank you. الجو الجميل الذي تشعر به وأنت تعيش في هذه الكنيسة وضمنا في هذا الاحتفال السنوي جو روحي جميل جدا واجتماعي يقدم
هذا البرنامج لنا برنامج متكامل زي ما قلنا من جميع النواحي الروحية والاجتماعية، يشترك فيها الثلاث أربع أجيال. وأهم شيء بالنسبة للمستقبل الشباب والأطفال في مشاركتهم، نجد ذلك في حوش الكنيسة. إنما مسبقا نستمع إلى الفيديو بتاع قدس أبونا مرقس فرج كاهن الكنيسة الذي ابتدأ يخدم هناك من سنة 2004، وهو كان مهاجر في تورونتو وخادم في الكنيسة هناك لسنوات طويلة. ثم لما قدمت كنيسة وينيبيك لقداسة البابا شنودة الثالث طلبوا إلحاح أنه يرسل كاهن ثابت لهم، قام قداسة البابا شنودة برسامة هذا الخادم الأمين المشهود له ككاهن في نوفمبر 2003، ووصل بعد 40 يوم في الدير إلى مدينة وينيبيك في يناير 2004. نستمع لقدس أبونا مرقس فرج الذي قاد تلك الكنيسة في نموها الجميل والنموذجي في خلال هذه العشر سنوات، وهو يقدم برنامج الاحتفال بدخول السيد المسيح أرض مصر. بسم الله والابن والروح القدس الآن واحد أمين. أنا أبونا مرقس شوقي فرج، كاهن كنيسة ماري مرقس بوينيبيج مانيتوبا كندا. الحقيقة الفيستيفال اللي بنعمله ده بنعمله كل سنة، ودي تاسع سنة، علشان نعرف المجتمع الكندي برحلة العائلة المقدسة لأرض مصر، وقد إيه مصر مهمة جدا عند ربنا، وقد إيه السيد المسيح لما حب إنه يستخبى ما لقاش آمن من مصر إن هو يستخبى فيها ويأتمن كلمته على عند شعب مصر. نشكر ربنا على الثقة ديت، ونتمنى ان احنا نكون باستمرار نقدر نحافظ على كلمة ربنا في كل وقت وفي كل زمان الى مجيء ربنا في المجيء الثاني. كنيسة ماري مرقس في وينيبيج اتأسست من فترة، كنت انا اول كاهن اترسم على الكنيسة ديت سنة 2003، واستلمت الخدمة هنا بعد ما رجعت من الدير سنة 2004. ونشكر ربنا، ربنا بيبارك في الناس، والمكان اللي انتوا شفتوه في الكاميرا وفي التصوير ده ثالث مكان ننقل فيه. نشكر ربنا، ربنا بيبعت ناس، فنشكر ربنا على عمله في الكنيسة هنا وعلى الفيستيفال ده. فكرة الفيستيفال جت من حوالي 9 سنين، احنا ليه ما نعرفش المجتمع اللي حوالينا بأهمية زيارة العائلة المقدسة لأرض مصر. الحادي كانت فكرة الدكتور مجدي داود من شعب الكنيسة، وكانت الموضوع في باله من سنين طويلة لحد لما ربنا أراد أنها تطلع في الوقت المناسب. اللي بيشرف على السنة دي على كمان الإخراج العام للفستيفال الدكتور سليمان جرجس. الدكتور سليمان دي تاني سنة ليه أنه هو يشرف على الموضوع دوت، وهو متخصص في كيفية إخراج أي فكرة للتنفيذ الواقعي. أنا اسمي ماريان عطية. السنة دي أنا كنت مسؤولة عن تنسيق الفستيفال بتاع كنيسة ماري مرقس في وينيبيج. الفستيفال بيشتغل فيه تقريبا حوالي 14 كوميتي، فود سيرفيس سيت اب براير كوميتي، وفي طبعا فوتو بوث وحاجات كتير. بيشتغل في الفستيفال اكتر من 150 فولنتير من كل الفئات العمريه، عندنا من اول ابتدائي من اول الفيفث والسيكس جريد، وشباب وجامعه، وكمان طبعا يعني الناس الكبيره. طبعا لولا مجهوداتهم الكبيره والديديكيشن للكنيسه طبعا الحدث كان في منتهى النجاح. السنه دي برضو كان العدد يمكن اكبر من اي سنه، لان الاكتيفيتيز عندنا كانت اكتر. ال14 لجنه عملوا حوالي 12 اكتيفيتيز، وكان نقدر نقول الفلو بتاع الكنديين السنه دي كان اكتر، لان كان في تركيز على احداث زيارة المسيح لمصر. فطبعا كانت very interesting للأجانب أنهم يشوفوا أن في كنيسة قوية في مصر، والكنيسة دي ما زالت نشيطة لحد النهاردة، يعني من 2000 سنة والكنيسة المصرية نشيطة في مصر. The iconostasis is situated on the eastern side of the church,
for the sun rises and it symbolizes our Lord being called the Son of Righteousness, and that the glory of God will appear in the east. The second section of the church is the chorus. Mark the Pope, his name is Pope Athanasius the Apostolic here, and he's so remarkable because he's the one who actually wrote the Christian Creed that we all across the denomination, we use it to pray. So he wanted to squares of crosses here on the holy bread, and there is Coptic words on the bread says holy God, holy mighty, holy immortal, and there is 12 crosses. استمرت الخدمة في وينبيغ وتوسعت وساعد على ذلك ثلاث أسباب. السبب الأول وجود كاهن ثابت. السبب الثاني إن مقاطعة مانيتوبا ادت تشجيع للمهاجرين الجدد وخصوصا البروفيشنالز اللي عندهم مهن ورخص لممارسة مهنة الطب، مهنة الصيدلة، زائد بقية المهن الأخرى. وطبعا وينبيغ زي ما قلنا مدينة مليون شخص وفيها نهضة اقتصادية كويسة، فده السبب الثاني اللي خلى الشعب يزيد. فزي ما قلنا من خمس عائلات من 25 سنة بقوا أصبحوا الآن 250 عائلة، وابتدت مدن أخرى في نفس المقاطعة تحتاج إلى خدمة منتظمة. فمن سنة تقريبا طلبوا خادم كاهن يخدم هناك مشارك لقدس أبونا مرقس فرج، فوصل الكاهن الأب القس كيريلوس يونان منذ حوالي سنة، وكلاهما ويسعدني جدا بالأخص أن أبونا مرقس وأبونا كيريلوس الاثنين إلى جانب خدمتهم الأمينة أيضا متخصصين في الألحان القبطية، وكلاهما يشارك مع اثنين شمامسة آخرين في تعليم جموع الشعب الثلاث أربع أجيال اللي هناك، يعلموهم الألحان القبطية واللغة القبطية، حاجة جميلة جدا جدا جدا. نستمع إلى أبونا كيريلوس يونان وهو يقدم لنا عيد دخول المسيح له المجد أرض مصر من داخل مبنى الكنيسة. نستمع إلى الفيديو رقم 3. Is a very important occasion and celebration for every Egyptian. In fact, in the Bible, it was mentioned just as a two verse. One verse said that the angel appeared and said to Joseph, go to Egypt. Another one, the angel appeared and told him to return back. What happened in between is not mentioned in the Bible, and that's why we are very keen on presenting that to everyone. This year, I believe, I think, the way I would like to look at it, the impact that Jesus left on Egypt. So I would call it Egypt before and after the visit. If the Holy Family visited Egypt, and the whole geography and everything in Egypt was changed, I believe that would be the impact that I would like to see in everyone's life. And instead of just focusing on Jesus visiting the land of Egypt, I wanted Jesus to visit every house, every soul, every individual, and I would like him to leave the same impact. When Jesus walked on Egypt, every place he touched by his feet completely changed. There is no idol worship in that place, there is no temple, there is nothing. All he left is destroyed all the idols and replacing them with the churches, monasteries, landmarks. So I'm expecting from Jesus' visit to every house and every soul to do the same, destroying all the idol worship in our life and replacing them with a very spiritual landmark as he did in Egypt. And happy Holy Family Feast. بسم الله الرحمن الرحيم، الروح القدس الله الواحد امين.
احنا في كنيسه ماري موركوس وينيبيج مانيتوبا كندا. عندنا عاده كده بقى لها حوالي 10 سنين بنعمل احتفال برحله في العائله المقدسه ومجيء ربنا يسوع المسيح لارض مصر. الحقيقه الاحتفال دوت بنقدم فيه الرحله بكل معانيها، من ناحيه الاماكن اللي زارتها العائله المقدسه، من ناحيه الصعوبات، من ناحيه المعجزات، ومن ناحيه الاثار اللي تركوها. يمكن السنه دي انا شعرت ان ربنا يسوع المسيح في مجيئه الارض مصر لفت نظري حاجه عجيبه خالص اثناء القاء المحاضرات، انه ربنا يسوع المسيح نزل ارض مصر ومسح مساحه كبيره منها، وصل فيها لدير المحره، ويمكن نزل حته تحت في اسيوط. لكن العجيبه ان كل الاماكن اللي داستها رجل المسيح في ارض مصر، الاماكن ديت انتهت منها الاثار، بمعنى انه الاوثان كلها اتحطمت. ودي كانت اول علامه ظهرت في مجيء ربنا يسوع المسيح لارض مصر. وانا اشعر ان مجيء المسيح مش بقى لارض مصر، لكن لكل قلب، لكل انسان المفروض يترك الاثر ده كاثر اولاني، انه ياتي لكي تنهدم كل الاوثان في حياه الانسان، سواء الاوثان ديت هي الذات او هي الاهتمامات العالميه او هي كل شيء يشترك في الاهتمام مع الله في اهتمام الانسان. يعني ايه؟ يعني يشترك فيه الانسان، او يشارك ربنا في اهتمامات الانسان. فتبقى دي اول علامه. العلامه الثانيه ان هي مش عمليه تنظيف وبس، مش عمليه هدم اوثان وبس، لكن في كل مكان وطئته قدم ربنا يسوع المسيح نرى انه ترك هناك اثر وعمل استبدال للوثن بمذبح، او استبدال للوثن باثر، دير للشفا مثلا، او شجره بلسم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان ربنا في حياته في ارض مصر عمل شيء عجيب جدا، شال الوثن وحول هذا الوثن الى شيء جميل وبديع. شال الاهتمامات وحولها الى شيء لمجد الله. وهكذا وجود المسيح في حياتنا يترك فينا الاثر الثاني، انه نفس الاهتمامات اللي كنا بنهتم بيها كاوثان هي نفسها تتحول وتبقى اماكن ومذابح، اثار لوجود الله في حياتنا. يمكن العجيب في كده ان ربنا مثلا المصريين برعوا في اشياء كثيره جدا، زي العماره وزي النحت وزي الموسيقى وزي الفن، كانوا بيستخدموا الحاجات ديت لمجد الالهه الارضيين. فالله بمجيئه حطم كل الالهه، ولكن اعاد استخدام الامكانيات ان هو يبني اشياء اخرى، كنيسه مقدسه بكل هذه الامكانيات، سواء المعماريه او الفنيه او الموسيقيه. ربنا يعيد علينا كلنا احتفالنا بمجيء الاسره المقدسه لارض مصر، ان هو فعلا يحول كل عبوسه فينا الى فرح، وكل ضعف الى قوه، ولالهنا المجد الدائم ابديا. Welcome everybody. And it's a real pleasure to have you all here with us. Every year we have this two-day celebration. And I have the pleasure this year to introduce Dr. Gerges, who is visiting from the States. It's really a very good opportunity for us to have her down with us this year. She's a professor of English and literature at the Polk State College of Florida. She received her PhD in comparative studies from Florida Atlantic University, and her Master of Art and Bachelor of Art from the American University in Cairo. Her work really extends into the fields of politics, economy, and social studies. And she published several essays in acclaimed scholarly journals, as well as an ebook, right? Good. And Dr. Gerges has significantly contributed to the study of the Coptic literature. She made extensive research work on popular oral narratives and its effects. And one of her important achievements
in the field of Coptic studies is validating and authenticating our main source on the visit of the Holy Family to the land of Egypt, known as the Vision of Theophilus, through extensive work on manuscripts and post-colonial studies. So please join me in welcoming Dr. Girgis. I'm very happy to be here. I've come specifically from Los Angeles, and I'm really, really very happy. This celebration is the dearest and nearest to my heart. It is something that we Egyptians are so proud of, and we hope that, you know, we bring it and share it with you. So that you would also be appreciated, enjoy it, and, you know, see the pleasure and the blessing that is in the visit of the Holy Family to Egypt. Now, I specialize in this, so I'm going to speak a lot. When you get tired of me, just please, you know, then we move on. I'm going to start with the basic information, and then if there is time and if you would like to listen more, I'm going to go into the theories that validate and authenticate and explain why is this oral tradition true and historic. Right. So first we'll explore what is this tradition, and everything that I'm going to put in here is based upon original manuscripts. Alright, so nothing is not validated or not verified from the original manuscripts. Okay. Not everything in the original manuscripts have to be historical. Some of it may have to be evaluated, and as I say, as we proceed further in the presentation, I'm going to tell you how do we distinguish between what is historical and what is non-historical based upon the most modern theories. All right? شيء جميل, جميل جدا جدا. دكتورة فاتن, حضرتك حضرتي وقابلت الآباء الكهنة والشعب والشمامسة والعائلات وال في كم متطوع في الكنيسة دي, وإيه مدى الانسجام كجماعة بتعمل لغرض معين, وما هي رأيك في ثمرة الإنجاز بتاعهم؟ هو يعني أنا عايز أقول أنه أنا اندهشت جدا وكنت سعيدة جدا بالمستوى الوعي العالي جدا اللي موجود في الكنيسة دي. الشعب مثقف ومتعلم, مش بس مثقف ومتعلم بانهم كل كتير منهم زي ما حضرتك قلت بروفيشنالز وبيشتغلوا اطباء او صيادله او مهندسين او كده, هم في الواقع عندهم ثقافه عاليه جدا من ناحيه تاريخهم وحضارتهم, من ناحيه دينهم, ومن ناحيه الرغبه غير العاديه في انهم يشتركوا كلهم في انهم يبنوا اكسبيرينس, خبرة جميلة جدا لأولادهم, بحيث أنه أولادهم يبقوا فاهمين ويتسلموا التقليد. يعني هو اللي حصل ده عبارة عن تسليم تقليد, فبيسلموهم تقليد زيارة السيد المسيح لمصر, سلموه لأولادهم وأولادهم اشتركوا فيه وسلموه كمان لجيرانهم. يعني هم مثال حي للحضارة القبطية وإزاي انتشرت وتفاعلت عبر 2000 سنة. مش بس هم عندهم 150 متطوع, الكنيسة كلها مشتركة وزي خلية النحل, ده اللي هم اللي بيحضروا. يعني كل عضو في الكنيسة مواظب على الحضور هو خادم, وهو ده الوضع الطبيعي ان كل عضو في الكنيسة خادم, فانت لمست دي عمليا بصراحة. ومش بس كده, عددهم كبير جدا وقادرين يشركوا ويدمجوا الأجيال المختلفة, ودي حاجة احنا مش دايما بنبقى ناجحين فيها, لأنه دايما بنبقى فيه خايفين, أصل فيه عائق اللغة, أصل فيه عائق الحضارة, أصل احنا مش قادرين نبقى assimilated مع الغرب. أو هم في الواقع ما عندهمش أي مشكلة من المشاكل دي خالص. الولاد منسجمين تماما, منسجمين تماما مع الكنديين, ومنسجمين تماما مع بعض, ومرتاحين مع شخصيتهم القبطية. وبوجودهم كأقباط في وسط الكنديين فما فيش أي مشكلة خالص عندهم, بالعكس يعني سيملس بالزبط. يعني ما فيش أنا يوم الاثنين والثلاث والأربع كندي ويوم السبت والحد أنا قبطي ما فيش احتياج للانفصال ده في الشخصية. يعني مش حاسين بالاحتياج ده. الشعب الكندي شعب طيب ولطيف, والمنطقة اللي هم فيها دي لما أنا عرفت لما كنت هناك إنه كتير منهم مهاجرين كانوا من أصل ألماني, وهم أساسا متدينين.
فالجو بيشجع على انه المسيحيه تنمو، انهم يشتركوا مع بعض ويحصل تفاعل ما بين. احنا عندنا دخول السيد المسيح مصر دي حاجه يونيك. ما السيد المسيح ما زارش بلد تانية، ما قعدش في بلد تانية، مش موجوده في الانجيل. احنا بس اللي محتفظين بيها عن طريق تقاليد الشفاهه بتاعتنا. ده جزء من تاريخنا، جزء من الشخصيه بتاعتنا، جزء من هويتنا، جزء الناس التانية ما تعرفش عنه حاجه. للأسف إحنا ساعات ما بنبقاش عارفين عنه، بس هم في الكنيسة معرفين الأولاد كويس، مفهمينهم كويس، محضرين المادة اللي هيدوها بأعمار مختلفة. فمثلا عاملين مسرحية، الولاد هم اللي بيعملوها، بتخلي الولاد يتعرضوا لتفاصيل زيارة السيد المسيح لمصر ويبقوا مشتاقين إنهم يعرفوا أكتر. شوقوا الشعب الكندي إن هو يعرف عن زيارة السيد المسيح لمصر بالدعاية والإعلان والبرنامج الشيق اللي عملوه. ولما عملوا البرنامج ما كانش جاف، إنما فيه عاملين أكل، عاملين ترفيه، عاملين حاجة للأطفال، عاملين مهرجان حلو جدا بيشوق أي حد إن هو يروح ويحضر. وفوق كده يعني إحنا عندنا في جامعات، لما جامعة بتبقى جامعة قديمة وعريقة بتبتدي تفهم أهمية إنها تستضيف سكولر. دي مرحلة عالية جدا من ان انا افكر اجيب سكولر يكلم الشعب، علشان كمان ما يبقاش بس معلوماتهم هي المعلومات اللي موجودة، لا ده احنا نتناقش ونتكلم ونتفاهم، ولو حد عنده سؤال يحب يسأله ويعرفه من الناحية العلمية يبقى عنده فرصة انه هو يبقى exposed، يبقى عنده فرصة انه يتعرف على الكلام ده من ناحية علمية. ففي الواقع يعني انا وكمان لما انا اسمع الكلام من سكولر والسكولر بيلقي ضوء على الكلام اللي بسمعه من التقليد الشفاهي او من كتب زي مثل السنكسار او الى اخره، الاضواء دي كلها متصالحه ومتجانسه. الناس بتخاف للاسف الناس بتخاف من الجهل، من جهلنا احيانا نبقى عندنا حساسية مبالغ فيها ان احنا نسمع كلمة من واحد سكولر. من بالعكس، انا عمري ما سمعت كلمة في حياتي الطويلة من واحد سكولر حركت ايماني شعرة. ما عرفش ليه الناس بتخاف من انه يتكلموا مع يعني 90% من السكولرز اللي انا قابلتهم في حياتي متصالحين مع الايمان المسيحي. يعني احنا بنخاف من 10% ده انه بنمنع 100%، وده ضيق أفق. إنما الحضارة القبطية في كندا في وينيبيك تفوقت على هذه الأزمة في الواقع، يعني اتساع أفق. ومش بس كده، أنا لقيت أنه يعني إحنا المحاضرة بتاعتي كانت مقسومة جزئين. جزء هو حكاية دخول السيد المسيح مصر وحصل فيها إيه. وبرغم من كده أنا برضو لما شرحتها بحيث أن أنا أربطها بالزمن يعني أحاول أثبت صحتها عن طريق الأدلة والبراهين التاريخية والجغرافية. لكن الجزء الثاني اللي أنا حضرته، لأن توقعت أن الأسئلة هتيجي من الكنديين ومن الجيل الجديد اللي هم أولادنا، أنه طب إزاي نوثق التاريخ الشفاهة، طب الأسئلة اللي هي بتيجي في ذهننا دايما بالنسبة لتاريخ الشفاهة. فحضرت اللي هو الأورال تراديشن. يعني دايما الأسئلة دي موجودة. فحضرت جزء ثاني منفصل بيجاوب على كل الأسئلة ديت، لأن هو ده تخصصي. ولقيت أنه في الآخر، كما أنهم الأول طبعا كانوا عايزين يسمعوا دخول السيد المسيح مصر لأنها حكاية ولطيفة واستيعابها سهل، ويعني الواحد مخهم بيوجعوش جامد، مش لازم يفكر في نظريات وكلام من فليها استقبال أسهل، يعني سهلة الهضم. لكن الثقل بتاع الزيارة كان في إثبات صحتها من الناحية العلمية، صحة قصص القبطية عن رحلة الأسرة المقدسة داخل مصر، اللي هي عشان مش موجودة في الكتاب المقدس غير عبارة خذ الصبية وأمه واهرب إلى أرض مصر وكن هناك حتى أقول لك. ثم ظهر له الملاك بعد كذا سنة وقال له قم وخذ الصبية وعد إلى أرض إسرائيل لأنه قد مات الذي يطلب نفس الصبي. الفترة اللي في النص في تقليد شفهي أورال تراديشن، حضرتك عملتي عليه رسالة الدكتوراه
وبعد كده أبحاثك استمرت. هل طب سألوك إيه وردتي إيه؟ هو في الواقع يعني زي ما بقول أنا لأني توقعت الأسئلة حضرت المحاضرة دي، يعني كان ما كان حد بيسأل كنت أقول له خلاص إحنا استنى المحاضرة اللي بعدها كلها هتبقى كلها إيه اللي بيثبت صحة التقليد. طب صحة التقليد الشفاهي ده بدأ من البابا ثوفيلوس والرؤية المشهورة بتاعته ولا كان له سوابق؟ وإيه الموقف يعني العلمي من الوثائق اللي عندنا لرؤية ثوفيلوس؟ يعني على حد درايتي من حديث معاكي قبل كده على لوجوس تي في شرحت لنا ان رؤية ثوفيلوس اقدم مخطوطات عندنا من رؤية ثوفيلوس بتاريخ كام تقريبا؟ هي في الواقع يعني خليني اشرحها شوية، هي في اقدم مخطوطة موجودة حاليا هي مخطوطة محرقية، الرؤية حصلت داخل دير المحرق. فهي مخطوطة محرقية لكن هي من القرن ال 13 لكن مكتوب عليها انها منسوخه، يعني منقوله من نسخه من القرن ال 11. ايوه. وعليها سوليفون باللغه العربيه. باللغه العربيه. أيوة. وعليها سوليفون. السوليفون ده نادر ما بنلاقيه بس لما نلاقيه مبسوطين قوي. ايه السوليفون؟ السوليفون ده عباره عن ختم يتعمل على المخطوطه يقول مين اللي كتبها وفي عصر مين. اوكي. كتير قوي ما بنلاقيهوش لكن من حسن حظنا انه السوليفون ده كان فعلا مفصول عن المخطوطه دي ولقيناه في ملف تاني مع مخطوطه تانيه. اوكي. فمن حظنا ان احنا لقيناه اتكتب فيه هي ترجمه امتى ومين اللي كان نقلها، مين اللي نقلها من المخطوطه الاولانيه وفي عصر انهي حاكم؟ لا بطرك كان ماسك الدير. انهي رئيس دير؟ ايوه. فالحاجات دي متأرخة ومكتوب انها ترجمت من اللغه القبطيه وبانهي تاريخ؟ في القرن ال 11 وده الزمن المعتاد لانه ده في الوقت ده اللي ابتدت الحضاره، يعني احنا بطلنا نقدر مع دخول العرب مصر في القرن السادس ابتدينا نفقد لان هم قرروا ان اللغه العربيه هتبقى هي اللغه الرسميه، فابتدت اللغه الناس ما ابتدتش تعلم اولادها اللغه القبطيه فبقوا زي اولادنا دلوقتي ممكن يتكلموا ويقروا ويكتبوا، ممكن يتكلموا لكن ما يقدروش يقروا ويكتبوا، يعني بقوا اميين زي ما في العربي دلوقتي ممكن كتير من اولادنا يتكلموا لكن ما يقدرش يقرا ويكتب، فبما انه ما بيقدرش يقرا ويكتب ما يقدرش ينظم حكايه. أوه. ما يقدرش يحط حكايه ما يقدرش يكتبها. فعلميا في القرن الثامن ما بقاش في حد بيقدر يكتب قصه قبطيه على بعضها لان فقدنا القدره، بيكلموا لكن ما يقدروش يكتبوا، ما يقدرش يكتب يألف. منظوم، ما يقدرش يألف، ما يقدرش يكتب حكايه خلاص. أوه. باللغه القبطيه. من حسن حظنا بقى بالرغم انه ان احنا ما لقيناش نسخه قبطيه من رؤيه ثيوفيلس لقينا مخطوطه من رؤيه تانية اسمها رؤيه جبل الكف، لان السيد المسيح برضه من احد المحطات اللي وقفت فيها الاسره المقدسه هي جبل الكف او جبل الطير، وفيها الكنيسه اللي هي مشهوره باسم كنيسه الصخره. في مخطوطة والمخطوطة دي لقيناها بالعربي وبالإبتي. الإبتي لقيناها يعني اتلمت بأجزاء صفحات، لقيناها شوية في موسكو وشوية في فرنسا في اللوفر بس قدرنا نلمها على بعض، وده اشتغل عليها الدكتور رامز واتنشرت في فرنسا. دكتور رامز؟ الدكتور رامز في كندا. دكتور رامز في تورونتو. رامز بطرس وآن بدور. وآن بدور هما اللي اشتغلوا على المخطوطة دي. من حسن الحظ بقى ان المخطوطة دي مع انها مخطوطة جبل الكف وبتتكلم عن رؤية لاحقة، يعني مش رؤية في القرن الخامس وانما رؤية لاحقة، في الرؤية دي العذراء ماريا مفروض انها ظهرت لراعي الكنيسة اللي في جبل الطير لكن لما عشان تحكي له اللي حصل الاحداث في الكنيسة دي قبل البابا ثوفيلس. بعد البابا ثوفيلس. بعد اول رؤيه هي رؤيه ثوفيلس. فلما حصلت في الرؤيه دي لما ظهرت للراعي الكنيسه دي قالت له انا ظهرت قبل كده للبابا ثوفيلس وحكيت له بالتفصيل رؤيه ثوفيلس فلقيناها بالقبطي
اوكي وحكيت له بالتفصيل يعني في شهاده كبير. باللغه القبطيه عن رؤيه البابا ثيوفيلوس اللي احنا ما عندناش غير النسخه العربيه منها ما هي بقى موجوده بالقبطي فبما انها موجوده بالقبطي ده معناها انها كانت معروفه بتفاصيلها قبل القرن الثامن لانها موجوده لانها موجوده بالقبطي ففي الواقع تاريخها هيبقى إيه اللي موجود بالقبطي رؤيا البابا ثيوفيلس لا رؤيا الكاف بس رؤيا الكاف فيها ذكرى لكل قصه ثيوفيلس معناها انها معروفه خلاص انها كانت مش بس كده عادة الرؤيا عادتها ومش بس كده ده معناها انها كانت معروفه كويس قوي لانها بتقول له ده انت عارف ان انا انه الحكايه دي حصلت انت عارف بالتفاصيل انت دي انت عارف بالتفاصيل دي كذا 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 بتحكي له وبعدين ايه ذكرتها ب يعني باتلانتس يعني بمطوله ومن حسن الحظ ان الجزء القبطي احتفظ بالحته اللي بتاعه ثيوفيلس دي كلها فيري جود فده رجع تاريخها للقرن ما بين الخامس والثامن اللي احنا عارفين ان هو ده وقت تنظيمها لان احنا عارفين ان اساسا رؤيه ثيوفيلس حصلت في اول الخامس أيوة. فلازم تكون دي كانت وقتها خلاص معروفه والناس بتحكي عنها يبقى رج يعني رجعناها قرب قوي المكان وبعدين برضو من حسن حظنا تاني ان احنا لقينا مخطوطات بالاربع برديات صغيرين باللغه القبطيه الفيوميه دول ما بقالهمش 20 سنه يعني لسه لاقيينهم هم موجودين من في كل بس يعني اقصد لقيناهم يعني قدرنا لقيناهم وقدرنا نفسرهم ونقراهم أيوة. لان في مخطوطات كتيره ممكن تظهر بعد كده وتثبت حاجات اكتر لكن ده اللي احنا لقيناه وقريناه وفهمنا هم ثلاث برديات صغيرين ودول اشتغلت عليهم دكتور جيزا شينك دكتور جيزا شينك من القليلين اللي بتقدر تقرا في جامعه برلين أي. اشتغلت على الفيوميك هي باللهجه الفيوميه بالنسبه والدها دكتور تشينكي اولسو فيموس كان شهير في دراسه اللغه القبطيه والمخطوطات القبطيه بالظبط كده هو هي بنته وهي بنته استمرت نفس التراديشن واستمرت في نفس التراديشن وهي في الواقع يعني من الشخصيات اللطيفه جدا المتواضعه اللي يعني بتشتغل على الكلام ده واكسسبل يعني الواحد يقدر يكلمها في اي وقت المهم دكتور شينك قعدت اشتغلت على المخطوطات دول فتره طويله لانه زي ما بقول لك اللغه الفيوميه اللهجه الفيوميه مفقوده يعني احنا ما نقدرش نقراها دلوقتي ايوه بس من الحاجات اللي اثبتت انها قالت المخطوطه الصغيره دي قالت التاريخ انه في شهر بشنس واحنا ما نعرفش تاريخ شهر بشنس ان هو تاريخ دخول السيد المسيح مصر ما عرفناهوش الا من رؤيه ثيوفيلس فده رجع كمان التاريخ رؤية ثيوفيلس للقرن الخامس اللي هي القرن اللي اتكتبت فيه بس في يعني قبل ما نرجع للاحتفال بتاع وينبيك كندا عاوز أسألك سؤال في ناس برضو علماء في العصر الحديث بيقولوا ان دي منحولة منسوبة للقرن العاشر بالغلط حضرتك رديتي عن النقطة دي انما ما معنى ان في نسخه باللغه الاثيوبيه هل دي النسخه اللي باللغه الاثيوبيه لرؤيا البابا ثيوفيلس اصلها قبطي ولا اصلها عربي خليني اشرح لك هو لازم عشان نقدر نفهم الكلام ده كله لازم نفهم الـ يعني الـ العلم الحديث هو اكتشلي دراسه التقاليد الشفهيه دراسه حديثه ايوه الدراسه الحديثه دي ساعدتنا جامد جدا ابتدت أي. في اوائل القرن العشرين وابتداها مجموعه من علماء ايش بنسميهم علماء الشفاهه دلوقتي لانه هم عملوا شغل ما حدش كان يعرفه قبل كده لما عملوا الدراسات بتاعتهم دي هم ما عملوهاش وهم قاعدين في الولايات المتحده هم مركزهم كتير منهم في الولايات المتحده لكن كانوا بيسافروا عشان يدرسوا الشعوب اللي ما بتكتبش فكانوا بيشتغلوا بالذات مع اليوغوسلافيين في مجموعات منهم اسمهم الجوسلار دول مشهورين بالاغاني الشفهيه وكلهم بيقولوا انهم بيقولوا نفس الاغنيه فدرسوا عليهم يشوفوا فعلا الشفاهه دي بتتنقل ازاي ما هذه اغنيه بتتنقل من جيل لجيل وبناء على الدراسات المكثفه اللي عملوها عليهم احنا عرفنا حاجات كتير قوي فمثلا من ضمنها هو اللي كتب ان رؤية ثيوفيلس منحولة
عالم كبير اسمه دكتور منجانة. دكتور منجانة لقى نسخة في سوريا بسميها السيرياك، لقاها باللغة السورية، وفي زي ما حضرتك بتقول انه في واحدة تانية كمان اتلاقت في اثيوبيا. وجودهم في البلاد دي ده شيء طبيعي، لان اقوال الشفاهة لانها بينقلها الناس. يعني احنا ليه بنسميها اقوال شفاهة؟ بنسميها اقوال شفاهة لانها بتتناقل شفاهة. ده مش معناها انها عشان اقوال شفاهة انه ما كانش فيه منها نسخة مكتوبة. الكتابة والكتابة والشفاهة دايما موجودين مع بعض، لكن يعني مش هتلاقي، ما هو في مخطوطات يعني كانت موجودة كتابة، لكن لما بتبقى موجودة كتابة مش هو دي طريقة تناقلها، إنما طريقة تناقلها هو الشفاهة. ولأن احنا بنادمين، ولأنها هي بتنتقل عن طريقنا واحنا بنمشي، بننتقل من حضارة لحضارة، شيء طبيعي إنها أو بنمشي من مكان لمكان، هتلاقيها بتنتشر في الأماكن اللي موجودة حوالينا. فبما أن الأثيوبيين أقباط، في رهبان جم سمعوا القصة دي في مصر، رجعوا أديرتهم أو رجعوا بلدهم حكوها للشعب هناك، فشيء طبيعي أنه الحكاية بتاع دخول السيد المسيح مصر ليها بركة عظيمة هيكتبوها هناك. فده شيء طبيعي أن احنا بنسميها الديفيوزس، يعني إيه؟ بتنتقل لمنطقة مجاورة بتؤمن بنفس الحكاية. ونفس الحكاية في سوريا، لأن هم برضو فيه أرثوذكس زينا بيؤمنوا بنفس التقاليد بتاعتنا. المهم أنه منجانة لقى نسخة باللغة السورية، ومنجانة كان بيجيد العربية، وعنده الاثنين مخطوطين دول معروفين باسمه، يعني ليهم باسم منجانة، ليهم رقم باسمه لأنه هو بيمتلكهم، وهو نشرهم وترجمهم وقال أنه أصلهم من اللغة العربية، وانه اصلهم من اللغه العربيه. واثبت انه اصلهم لانه بعض الكلمات واضح من الترجمه ان اصلها لغه عربيه، بس في الواقع هو السبب انه هو افتكر انها منحوله، انه هي فيها ذكر انه الاماكن اللي زارتها العائله المقدسه مذكوره. واحده من الاماكن اللي زارتها العائله المقدسه كانت مكتوب انها مدينه الفسطاط. مدينه الفسطاط مدينه اسلاميه اتبنت في القرن التاسع، فعشان تذكر في أماكن رحلة العائلة المقدسة مصر، لو واحد مش فاهم يعني إيه تقاليد الشفاهة هيقول لك ده كلام فارغ يا جماعة، ده إيه ده، راح اتكتبت بعد القرن التاسع، اتكتبت بعد الفسطاط، ده إيه لو السيد المسيح كان قبلها بألف سنة، ده كلام مش صح. لكن زي ما بقول حضرتك، الدراسات اللي حصلت في يوغوسلافيا واللي حصلت بدقة كده شرحت لنا حاجة مهمة قوي. شرحت قالت انه اقوال الشفاهة عبارة عن اداء، يعني زي دلوقتي انا اللي احنا بنقوله ده اقوال شفاهة، احنا منكتبش حاجة. احنا دلوقتي على لوجوس تي في بنتحدث شفاهة، بنتحدث شفاهة، واللي هيسمع الحكاية ممكن يروح يحكيها لحد تاني يقول انا شفت البرنامج ده وهكذا. فاللي بيحصل ده اقوال شفاهة، بيبقى في تفاعل ما بين، وكمان الاداء الشفاهي في الوقت ده، يعني احنا على التلفزيون يمكن ما فيش احتكاك جامد ما بيننا وما بين الجمهور، لكن في لما بيحصل انه الانبا ثيوفيلس مثلا قالها لشعب الكنيسة وقتها، او ان واحد تاني بيحكيها راعي كنيسة تاني، او واحد تاني بيحكيها لمجموعة ناس، بيحصل تفاعل ما بينه وما بين الناس المستمعين. فبما انه بيحصل تفاعل ما بينه وما بين المستمعين، هو هيكلم المستمع ده. فأنا مثلا النهاردة لو جيت هحكي لكم حكاية زيارة السيد المسيح لمصر، مش هقولك هو راح زار بوستات، عشان انت مش عارف بوستات دي فين، صح؟ صح. لكن هقولك هو زار القاهرة. لأنه أنا القاهرة ما كانتش موجودة من 2000 سنة بالظبط. هقولك اللي انت عارفه، هتقولي الحاجة اللي أنا ميزها النهاردة اللي هي مدينة القاهرة. لكن ده مش معناه أن الحكاية منحولة. هي كل الحكاية أن أنا بحكي لك أو في القرن الـ21. جبل درونكا ما كانش اسمه، ربما درونكا من 2000 سنة كان له اسم تاني. بالظبط، كل الأماكن كان ليها أسامي تانية، بس هقولها للناس النهاردة باسمها الحالي. بالظبط. يبقى ده مش معنى أن كلامي منحول، انما انا بخاطب المستمع. بالظبط. هو اللي حصل انه هو جه على انه هو لقى مخطوطه او لقى منظومه بتحكي واحد حكاها في القرن التاسع، لكن مش انها منحوله وملهاش اصل. لكن طبعا بما انه هو له ثقل
والناس مش فاهمة يعني ايه اقوال شفاهة، ومش فاهمة انها اداء، ومش فاهمة انها بتتغير. يعني زي ما بقول لك العلماء اقوال الشفاهة لاحظوا انه المغني ممكن يغير من حتة لحتة، يزود في حتة ويشيل في حتة، مش عشان هو مش عارف، ومش عشان الاغنية غلط، ومش عشان اي، لكن عشان هو بيتفاعل مع الجمهور اللي معاه. فهي نفس، هو نفس الاداء ونفس الأغنية، لكن هو بيتفاعل مع عدد الناس اللي جاله، الحتة اللي عجبتهم، الحتة اللي ما عجبتهمش. فلفت نظرنا إنها دي أداء، في تفاعل ما بين الناس وما بين اللي بيقولها. فبالتالي أي تغيير يناسب هذا التفاعل بالعكس بيثبت صحتها على مش زي ما الناس فاكرة بيثبت إنها منحولة، بالعكس بيثبت إنها سليمة 100%، لأن دي طبيعتها. واخد بالك؟ وده يعني حاجة من الحاجات التانية دي. أنا سعيد لأن لو مسكنا النقطة دي ورجعنا للحضارة القبطية في ونباك، نجد أن هم في الاحتفال السنوي حاطين مسرحية. عن حضرتك شاهدتي المسرحية دي؟ هل هي كلها عن رحلة الأسرة المقدسة في مصر؟ تقدر تشرح لنا جزء من المسرحية قبل ما نوريه على الفيديو؟ هو في الواقع المسرحية دي يعني ايه، في الدكتور عادل شنودة عندهم، هو واحد من المتطوعين وهو صيدلي، لكن بيحب الإخراج وبيحب الفن وبيحب المسرح. أي. وحب ان هو يعمل السكريبت، حب يعمل السيناريو بتاع المسرحية. فهو اتصل بيا وانا هو اتكلمنا على التليفون يمكن يوم بحاله، نقفل ونفتح ونبص في المخطوطات عشان نتأكد ان كل تفصيلة، ان كل حاجة التفاصيل سليمة، ان لبس الولاد صح، ان الكلام ده كله. وده يعني في حد ذاته الاهتمام بالتحقق العلمي ده، ان هو يعلم الاولاد، يعلم الجيل اللي طلع يمثل، ويعلم الولاد اللي شافوهم بالدقه ديته بالصحه دي، ده في حد ذاته عمليه تعليميه غير عاديه. الاحتفاظ بالحضاره ونموها بالظبط مع الاجيال القادمه. ربما احنا نقول ده تضيع وقت، واحد يعني عنده قصر نظر يبص الحاجة دي يقول ده تضيع وقت، أنا أهم الحاجة كان حقنا واستخدمنا الوقت ده في حاجة تانية تالتة. بس في الواقع هو قصير النظر مش قادر يشوف الثمار اللي زي واحد ما بيزرع، يحط بذرة تحت الأرض ويقعد يسقيها كل يوم. الشخص القصير النظر يقول إيه، جدع ده مضيع وقته في الفاضي، عمال يحط مية على حاجة تحت الأرض. إنما الخبير في فن الزراعة، زراعة الأجيال القادمة، يعرف قيمة هذا العمل، القيمة الروحية والحضارية والإنجيلية. أنا سعيد بالاستماع لهذا الوصف. يعني في الواقع أنا طلبت منه من كثرة ما أنا عجبني جدا السيناريو اللي هو عمله، أنا بس ساعدته في إنه يتحقق من التواريخ، من التاريخ، من الأحداث، تفاصيل. من التفاصيل. لكن هو اللي قام بكتابة السيناريو ده. طلبت منه ان هو يخليه افيلبل لكل الكنايس عشان تديه لاولادها عشان يقدروا يعملوا، لان ده اكتيفيتي، ده نشاط. يعني ثمره المجهود بتاعه تتضاعف لو كنائس اخرى اخذت السكريبت وعملت فريق تمثيل سنوي يقدم مثل هذا البرنامج. انا في الواقع دي اكتر من، يعني انا شفتها متمثله، لكن اول مره اشوفها بهذا النجاح وبالطريقه اللطيفه ديت، والولاد مثلوها حلو خالص وكانوا منفعلين جدا بيها. وبعدين هم عملوا فكره جميله جدا، يعني هنتفرج عليها دلوقتي. هم عندهم مكان كبير، كنيسه جميله ومكان كبير. انا فاهم ان الكنيسه على 5 أفدنة والمبنى نفسه حوالي 6000 سكوير فوت، يعني براح كبير قوي. صحيح. 18 فصل مدارس احد، كنيستين، واحده تشابل صغيره وواحده كنيسه اكبر، يعني عندهم امكانيات ماديه، اقصد معماريه، بتخليهم فرصه يقدموا الخدمه الممتازه دي لشعبهم وللكنديين المحيطين. وفي الواقع هم استخدموه بمنتهى الذكاء. يعني الى جانب ان عندهم المكان، هم فعلا يعني انا عجبني جدا الاخراج بتاع المسرحيه، لانه هو عمل المسرح اللي عنده، المنطقه كبيره فعلا يعني. لكن هي عملها زي سرداب طويل، والسرداب ده قسمه الى اوض صغيره عشان يعني هي نهر النيل، ما هو شارع طويل يعني، او لو تخيله كده، على لو انت عايز تحطه على مسرح، شارع طويل. والعذراء مريم والعائله المقدسه بقت تقف في محطات مختلفه. فهو عمل كده، عمل زي سرداب طويل وحوق اوض صغيره
من جنب بعض، وبقى يخلي يحط ضوء في الحتة اللي عايز يعمل فيها السين أو المشهد اللي هو عايز يعمله. فبقت مشاهد، كل مشهد بيمثل البلد اللي هم وقفوا فيها أو المحطة دي والأحداث اللي حصلت فيها، وبعدين انتراكتف، فالناس مش زهقانة لأنها واقفة. وبعدين ايه، النور يعني النور بينقل من هنا لهنا، من الاوضه دي للاوضه دي، فيها انتراكشن جميل جدا. الناس بقت تمشي، فالاحساس بان العائله المقدسه ماشيه من الشمال من الشمال للجنوب او من الشمال لوسط مصر كان لطيف جدا يعني. بصراحه كانت اخراجها جميل، اهتم بانه اللبس يكون دقيق على قد ما يقدروا، ان الالوان تكون سليمه، كل الحاجات دي كانت انا من وجهه نظري كل ما اهتموا بالتفاصيل، كل ما الولاده اتعلمت اكتر، وكل ما الشعب اتعلم اكتر، وكل ما كان في اسئله الناس بتسالها يعني، طب انتوا ايه ليه العذراء مريم لابسه احمر مثلا؟ احنا متعودين العذراء مريم بتلبس ازرق، لكن احنا عندنا تقليد بيخليها تلبس احمر. تقليد الثيوفيلس، في التقليد الثيوفيلس العذراء مريم بنفسها قالت له ان انا كنت لابسه، ان انا كنت لابسه نفس الرداء اللي دهوني والدي لما ادوني للدير، وان هو لونه احمر بلون لون النبيت. فمثلا تبص في كنايس كتير عندنا هتلاقي انه يعني يمكن تالي اغلبيه الكنايس عندنا هتلاقي ان العذراء مريم عند الايكونستاسيس لابسه احمر، او لابسه احمر على بني كده يعني. يعني هو لون ده تقليد قبطي اصله رؤيه ثيوفيلوس. ابسولوتلي ابسولوتلي. ومثلا تلاقي انه احنا شعب الكنيسه مش فاهم ليه يعني احنا قاعدين، طب هي لابسه احمر ليه؟ ما حدش عارف. ماشي اوكي، لكن حلو قوي ان احنا نبقى عارفين ان ده لانها جت زارت مصر، ولانها ظهرت في رؤيه وقالت الكلام ده، وانه احنا عارفين الكلام ده من 2000 سنه. يعني هو ده الحضاره، امتياز، هو ده الحضاره. Yes. هو ده التاريخ. أيوة. إذا أنا ما إذا كان عندي حاجة غالية كده وقيمة كده لازم أشترك، هو ده اللي أشارك به الغرب. الغرب أشاركه في إنه عندي حاجة حلوة. أيوة. أقدمها له. أيوة. أعرفه بيها. أيوة. أشاركه بيها. أيوة. وأولا بنقولها لنفسنا ولأولادنا الجيل الثاني والغرب، فالجميع بيستفادوا طبعا، وأنا أولهم. لأن الكلام اللي تقوليه حضرتك أنا ما كانش عندي فكرة عنه قبل كده. إحساسك بالكرامة، يعني إحساسك بالكرامة والقيمة، إن إحنا ده إحنا عندنا كرامة جامدة جدا، عندنا بركة جامدة جدا. ده ربنا يعني اختار مصر، ولما اختارها البركة دي يعني كان ليها سبب. إحساسك بالفخر بإنك أنت ابتي. أيوه. بدل ما تبقى محرج ومش عارف أصل إحنا بنتكلم لغة ومحدش فاهمها، وأصل يعني إيه، بتغير التجربة اللي في مخ بعض الناس بسبب الجهل، انها تجربة غير انها يعني نيجاتيف لتجربة بوزيتيف 100%. بالعكس ده بتبني شخصية. يعني بالرغم من الاضطهاد، بالرغم من المشغولية بالدفاع عن النفس، احنا صناع حضارة وورثة حضارة ومستمرين في الحفاظ على الحضارة حتى لو هاجرنا، وحتى لو الهجرة بسبب الاضطهاد، وحتى لو الهجرة بسبب الرغبة في التفوق المهني، إنما ده ما بيشغلناش عن الاستمرار في بناء الحضارة وتسليمها للأجيال القادمة. هل ده وقت مناسب نعرض المسرحية مناظر منها؟ ضروري. ونبدأ بالفيديو بتاع الأستاذ عادل الدكتور عادل شنودة وهو مخرج المسرحية وبيقدمها، ثم ناخد مناظر من المسرحية السرداب أو الطريق الطويل اللي فيه محطات رحلة الأسرة المقدسة في مصر بتمثيل الجيل الثاني في المهجر في كندا، ثم نأخذ بعض الانطباعات من الأقباط أو الكنديين غير الأقباط عن انطباعاتهم عن المسرحية وعن هذا اليوم. الفكرة بتاعت الفيستيفال ابتدت حوالي 9 سنين فاتوا، كان علشان نحتفل بدخول العيلة المقدسة أرض مصر، وعلشان نفهم الكنديين بالكنيسة القبطية والتاريخ بتاع الكنيسة القبطية. البروجرام في كذا فانيو، في
اكتيفيتيز بتبقى في الكنيسه، بنقدم لهم الكنيسه وبنقدم لهم التاريخ بتاعها، بنقدم لهم الانشطه المختلفه بتاعت الشباب، بنقدم لهم الوجبات المصري، وهو بيستمر يومين، يوم السبت والحد من الساعه 6 للساعه 12. بيجينا حوالي 600 واحد كنديان كل سنه، وبنبقى سعداء جدا بوجودهم معانا والشباب بتاعهم معانا في الفيستو. اهلا بيكم، انا اسمي عادل شنوده. بقدم الشكر لقناة لوجوس إن هي ادتنا الفرصة إننا نتكلم ونقول حاجة عن الفيستيفال بتاع كنيسة ماري مورغوس وينيبيك. في الحقيقة أنا تعودت من حوالي 7 سنين إننا أعمل دايماً عمل فني في الفيستيفال بتاع الكنيسة بتاعتنا بمناسبة مرور العائلة المقدسة في أرض مصر. الدور اللي أنا بقوم فيه في الحقيقة هو الدور الفني والإنترتينمنت. احيانا بنعمل اعمال فرعونيه زي مسرحيات فرعونيه ومنحاجات كوميديه. السنه دي حقيقة الفكره كانت نعمل رحله العائله المقدسه نفسها وايه المواقف اللي حصلت معاهم في ارض مصر من مواقف مؤثره ومواقف تانية الناس ساعدتهم فيها، فكان فيها شويه انتر اكشن وحاجات كتير. واشكر الاولاد حوالي 15 ممثل من الأولاد ساعدونا وقاموا في حقيقة بدور رائع، والنجاح كان غير متوقع للمسرحية اللي عملناها، واللي أتمنى أنها يعني لما تتعرض في القناة تحوز إعجابكم إن شاء الله. وشكراً لأي واحد ساعد في هذا العمل. الحقيقة المجهود كان مجهود متكامل من تيم متكامل، كلهم بيحبوا جداً إن هم يعملوا عمل فني يظهرنا ويعرف المجتمع الكندي احنا بنعمل ايه، واحنا مصريين ايه الحضارة بتاعتنا وايه القيم الدينية بتاعتنا، واحنا بلدنا مليانة حاجات كتير قوي نفتخر بيها وتاريخ ديني كبير جدا نفخر بيه. I don't know where's the sandals. Someone must have stolen them. Oh, Mary, I'm so sorry. Tells me that a Jewish family has escaped to Egypt, and he wants me to help him find them. Yes, Your Highness, we will help your soldiers in capturing them. Well, I will alert all the stations in the country, and we'll help you find them as soon as possible. Thank you, Your Highness. Dismissed. Wait, where'd they go? Oh, look there. I can see them. Let's go. Sarah? Come on. Come on. Sarah! I feel okay. How do you I can walk again. I feel like I've been What's cured. Going on? I can walk. I can't move myself. Oh, that's the best thing I've ever heard in the past 3 years. I have always prayed to our gods and nothing happened to her. This boy just said one word. She said one word and it happened right away. Who are you people? What's your story? Please tell me. The boy is the son of God, the king of kings, who came to redeem the humans for the sake of the gods. And King Herod, he wanted to kill him. This is why we came to Egypt, to protect him. Oh, so this is Jesus? The son of God and the king of kings? I believe them, Clone. They blessed our house. They cured me. Remember what the medicine man told me, that I might not be able to walk again. But once again, you're walking.
I believe them. I believe in them. I heard about the child, and it's such a great blessing to have you all under my roof. We can stay today and tomorrow. I would like to go to the temple to see the celebrations you have. Let's see this farm. Hi, kind man. My name is Joseph. This is Mary. The boy is Jesus, and this is Salome. We are travelers, and we need help. Can you help us, please? Yeah. Welcome, guests. Hello. Could we please get some water, please? We're very thirsty. For sure. I have some water in the well. To know, we're the family who escaped King Herod. He wanted to kill this innocent boy. Kill this innocent boy? Why is that? He's Jesus, the Son of God, the King of Kings, who came to redeem the humans for the sake of forgiveness. What? Jesus, Son of God. What is that? You have made us tired. Couldn't find any chance to catch you, like now. Who are you? Who are you? Today, you are in our hands. What do you want from us? You gave us all your glory, your gold, and your joy. شعب الكنيسة حضر المسرحية وحضر المحاضرات اللي ألقتها الدكتورة فاتن موريس جرجس. شعب الكنيسة والضيوف الكنديين اللي هم غير أقباط تفاعلوا مع بعض، حضروا هذه العروض والمحاضرات. إلى جانب ذلك كان في مائدة محبة طول اليوم، وهذه شركة روحية، إن كسر الخبز من التقاليد من الكنيسة الأولى، من سفر أعمال الرسل، إن المؤمنين يكسروا الخبز مع بعض، يأكلوا عيش وملح مع بعض. ففي طقم متطوعين في المطبخ وللخدمة في الكراسي والترابيزات في حوش الكنيسة، جو محبة، جو فرح، نوع من الترفيه ونوع من التفاعل والتعارف. هنعرض فيديو مقطوعات من هذه الاكتيفيتي، بس نسأل الأول دكتورة فاتن عن انطباعاتك. كان عندك فرصة بين المحاضرات تاكلي عيش وملح مع الشعب؟ طبعا. في الواقع عايز أقول إن هم كمان يعني بيطبخوا حلو جدا، يعني مش عيش وملح بس، لا يعني كانوا عاملين فعلا حاجات حلوة جدا مصري. كانوا عاملين كباب وكفتة، وكانوا عاملين شاورما، وبعدين بيهتموا بالتفاصيل لدرجة انهم جابوا مكنة شاورما. هو لحسن الحظ عيد دخول المسيح أرض مصر السنة دي كان في الفطار. كان في الخمسين. هم استوردوا اكشولي مكنة الشاورما. أيوة. وبعدين هم يعني اكل ميدل ايسترن، شرقي مصري، كله اكل شرقي مصري، وبعدين على مستوى عالي، يعني متقدم بطريقه راقيه، ما هوش متقدم أو يعني بنظافه جدا. وعملوا بوفيه يعني حلو قوي، الناس اللي بتخدم واقفه مستواها عالي، في الغرض منها هو الهوسبيتاليتي. هوسبيتاليتي يعني اللي هو الضيافه، عكوفوا على ضيافه الغرباء نمره واحد. نمرة اتنين الشركة الروحية، الواحد لما باكل مع واحد في تفاعل روحي في عملية الأكل.
يعني سر الشكر نفسه قائم على مائدة اسمها مائدة فعلا. صح. مائدة المذبح اسمه الرسمي في الكنيسة مائدة. مظبوط. والمسيح له المجد قال خذوا كلوا هذا هو جسدي، ولما أطعم الجموع من الخمس خبزات والسمكتين. فالأكل جزء سنترال مركزي في حياة الإنسان، وأغابي مائدة المحبة. فإيه شعورك في مائدة المحبة؟ في الواقع يعني أنا شفتها كانت مش بس إن الأكل كان حلو وإنه الناس انبسطت وإنه ارتاحوا شوية، يعني ما هو الناس عايزة تخرج ترتاح، وبعدين مش بس كده بتخلق فرصة إنهم هم بيتكلموا بقى. ده فرصة إنهم قاعدين على الأكل، وبعدين هم خارجين من يعني خبرات جديدة عليهم أو خبرات عارفينها بس استمتعوا بيها مرة تانية. ما عندهم فرصة بقى يتكلموا ويتناقشوا عن ويسألوا أسئلة. بالضبط. ويسألوا أسئلة. بالعكس يعني كثير قوي من الأسئلة اللي أنا أخذتها كانت برا على مائدة المحبة. بالضبط. يعني تقعد بقى مع حد بيجي يسألك سؤال زيادة، يتكلم، ياخد راحته، يتعرف عليك وان اون وان. اتعرفوا على الأباء الكهنة في يعني فترة القعدة برا. الأباء الكهنة كانوا دايما قاعدين برا زي ما هنشوف في الفيديو، الأباء الكهنة قاعدين على الترابيزات مع الشعب كل 10 دقايق ربع ساعة مع جمهور كندي مختلف. خلى الأباء الكهنة أكسسبل، يعني هو مش لازم يجي يروح يدور على أب الكاهن يلاقيه في مكتبه، لا ده لقاه قاعد برا، فرصة أنه هو يسأله ويتعرف أكتر ويفهم أكتر. شاف شعب الكنيسة فرحانين بيهم وبيسلموا عليهم وبيقدموا لهم الأكل وبيشرحوا لهم الأكل وبيشرحوا لهم إيه اللي بيحصل يعني فرصة للتفاعل وفرصة للكلام وفرصة للراحة وفرصة للاستمتاع، لأن دي مناسبة يعني الناس تفرح فيها. ويعني في العهد القديم مكتوب كده بيقول لك أكلوا السمين يعني. يعني لازم نعرف أن حتى أبائنا الرسل لما كانوا بيروحوا يبشروا مش كل تبشيرهم كان قاصر على أنه يقف يوعز في ميدان، ده كان حاصل فعلا، أو يروح المجمع اليهودي يعظ، ده كان حاصل ويبشر. إنما جزء أيضا كان في الحياة اليومية، زي مرقس الرسول لما دخل محل الإسكافي علشان يصلح الصندل بتاعه، وكانت أعظم كرازة في لقضاء الحياة الحاجات اليومية. هو إحنا ساعات يعني فحوش الكنيسة على مائدة محبة، إن شاء الله سندويتش زي ما هنشوف في الصور، بيؤدي غرض عظيم كرازي عظيم، ولو ان هو في التفاعل الانساني. في الواقع انا يعني شايفها ده يعني احنا بنفصل ما بين الروحانيات وما بين حياتنا اليوميه، بنحس انه ده حاجه ممكن تاخد من روحانيه الكنيسه. بس هي في مكانها مش غلط، هي في مكانها صح. يعني ما بنقولش نسيب القداس ونطلع برا نطبخ، بس مرة في السنة ساعتين ثلاثة ما هيش نعمل قضية روحية ضدها يعني. لكن نخلص القداس، ويوم زي كده ده يوم احتفال كبير لازم يكون في استضافة وعصير والناس تحس بالراحة وتحس انها الناس بترحب بيها، ولازم يحصل الاحتكاك العادي البسيط، لان زي ما بتقول ممكن قوي الاحتكاك البسيط ده هو اللي يجذب بني آدم ويغير حياته. انا معلش هستأذنك في ان انا احكي قصة سمعتها في احدى الكنائس من حوالي 4 أسابيع. رحت حضرت العشية في احدى كنائس إبروشيت لوس أنجلوس، ويعني كنيسة مش دايما بروحها مرة في السنة يمكن، فصدفت ان انا رحت حضرت العشية، وكانت العظة جميلة جدا لمدة يمكن ساعة، ومن كتر ما كانت شيقة ما كنتش عاوز ابونا يخلص في العظة، انا كنت في منتهى التفاعل الروحي معاها. كانت بتلمسني شخصيا، لان العظة كانت عن موضوع من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. فكنت مندمج مع العظة وبراجع حياتي، وليه انا ضيعت 10 سنين في الحاجة دي، ولا 10 سنين ضاعت في الحاجات الغير مثمرة دي. المهم ابونا قال قصة يعني اثرت فيها جدا الحقيقة، هقولها. هو طبعا قالها على المنبر فما فيهاش اسرار ولا حاجة يعني. قال إن جاله واحد بريطاني إنجليزي جه من من لندن لمنطقة لوس أنجلوس ليعمل أستاذ في جامعة قريبة من الكنيسة،
وجاله في كنيسته قال له أنا كاثوليكي وعاوز أنضم لكنيستكم بس مش مؤمن بحكاية المعمودية التانية دي وإلى آخره وأنا. فالمهم انتهى الأمر أنه أصبح عضو في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكان مواظب ومجتهد بحماس جدا لدرجة أنه هو كان بيروح الكنيسة أول واحد قبل الأباء الكهنة يوصلوا الكنيسة يروح يلاقوه هو هناك من الأصل. راجل إنجليزي محافظ على المواعيد. قعد سنة كاملة مواظب في الكنيسة، يوزع الأجبيات على الشعب، يهتم بالناس، يدي ده الخلاجي يدي ده. بعد سنة الراجل اختفى وابونا مش واخد باله، بس بعد شهر شهرين استلم منه ايميل. في الايميل بيقول له انا قررت انفصل عن الكنيسة اللي قبطية الأرثوذكسية، وبدل ما تقعد تسألني واسألها انا هقول لك السبب. السبب ان انا قعدت في كنيستكم دي 12 شهر، انضمت ليها، بتناول كل اسبوع، بحضر الكنيسة. في ال 12 شهر دول مفيش ولا واحد كلمني كلمة او رحب بيا. مرة واحدة في ال 12 شهر واحد عزمني على ستاربكس، اخدنا قهوة بعد الكنيسة. أولا وأخيرا أبونا حاول يعتذر له ويقول له ربما كذا ربما كذا، سامحني أنا مقصر بسبب مسؤولياتي. قال له أنت مالكش ذنب، فين بيت الشعب؟ فأبونا قال يعني إحنا لا بنبشر ولا اللي بيجيلنا برجليه يخش الكنيسة نعرف نحافظ عليه، وكان هيكلفنا إيه ان احنا نبتسم في وشه نسلم عليه ناخد الايميل ادرس بتاعه وكل شهر نبعت له ايميل او 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 او. وكل شعب الكنيسة مقصر طبعا، في ناس لها عذر يعني، مش هنتوقع ان كل شعب الكنيسة يكتر يهتم باهتمام شخصي بكل زائر او بكل عضو جديد، انما على الاقل كان في 10 تنفار كان ممكن جه في سكتهم. يعني مثلا الناس اللي بتروح بدري ووجهه معروف أو أو أو، يعني نلتمس لتسعين في المية الكنيسة عذر، إنما على الأقل في 10% من شعب الكنيسة مقصرين مع هذا الشخص. وفي الواقع يعني أنا عايزة أضيف حاجة على الموضوع ده، إنه هو ده حقيقة أو أنا لمسته بنفسي. إحنا في ناس كتير اتعمدت في الكنيسة القبطية وما قدرتش تكمل، لو ما تجوزوش داخل الكنيسة ما بيكملش. السبب انه الجواز بيفتح له المجال ان هو يبقى جزء من الشعب ويبتدي يعيش، لكن ان هو يبقى مؤمن ويفضل يستمر يحضر لوحده بدون ما ينسجم مع شعب الكنيسة بيبقى صعب جدا عليه. الحياة الروحية مرتبطة بالحياة الاجتماعية والنفسية وبالاحتياجات اللي لينا كبني آدمين، وحكاية الابتسام في وش بني آدم ديت مسؤولية كل واحد في الكنيسة. مش مسؤولية 10%، دي مسؤولية 100%. لا أنا أقصد 100% الابتسام، إنما في 10% لازم يعزم الشخص ده يشرب معاه قهوة ويخدمه، يقعد ياكل معاه قربانة بقى في حوش الكنيسة، ولازم ينفتح عليه، لازم يبقى مستعد يقبله. يعني إحنا كمان يعني أحيانا بنبقى بنعمل كده ممكن مع عائلات جاية جديد، عائلات قبطية. عائلات قبطية طبعا يعني. أقول لحضرتك أكتر، كذا شاب وشابة من شعب لوس أنجلوس راحوا يدرسوا في جامعات برا لوس أنجلوس 4 سنين عشان ياخد بكالوريوس من جامعة في، مش عاوز أقول أسماء لأن فعلا دي قصص سمعتها أنا شخصيا وحتى روحت وشفتها شخصيا. البنت أو الولد يروح المدينة الأخرى ويروح يحضر الكنيسة 3-4 سنين ومفيش واحد يسأله يقول له هاي، ما يندمجش مع حتى نفس الايدج جروب. على الحقيقة والتاريخ في كنائس عكس ذلك بالزبط. الحقيقة والتاريخ في كنائس الضيف الغريب يعاملوه معاملة كريمة جدا جدا ومن أول أسبوع يندمج
والإيدج جروب بتاعه يحتضنه ويوصلوه ويجيبوه هي أو هو، يعني في شركة روحية اجتماعية روحية من الأسبوع الأول لوصول الضيف. والكنائس عكس ذلك بطريقة مؤلمة تخلي الشخص يدور على كنيسة أخرى أو طائفة أخرى. يعني في الواقع يعني ده تقصير روحي، تقصير روحي، تقصير روحي. لا يعني ما هياش بس شعب كنيسة، أنا أعتقد أن ده عدم فهم لربنا عايز مننا إيه. يعني في توصية بالضيف، يعني خدمة الغريب والضيف، اليتيم والغريب والضيف موجود عندنا، اليتيم والغريب والضيف. إن أنا أخدمه ده شيء أساسي، لازم كل كنيسة يبقى فيها لجنة، واللجنة مش بس يعني يبقى فيها لجنة لخدمة الغريب والضيف، كمان لخدمة لتوعية الشعب إن أنا لازم إنه لما أجي أعزم ده اللي يتعزم. لما ما وصية الإنجيل بيقول لا تعزم أصدقائك ولا أقاربك، اعزم اللي ليس له إمكانين إنه يعزمك باك، واللي جاي لك باسم المسيح. ده هو داخل باسم المسيح. ازاي اللي يجي لك باسم المسيح ما ترحبش بيه، ما تضحكش في وشه، ما تخليهوش يحس ان انت بتحبه. يعني المسج بتاعت ان انا بحبك ده احنا اعضاء في جسد واحد. انا في الواقع يعني قريب لفت نظري ان في آية في الانجيل اكشوري بتتكلم على كده، بتقول ان في عقوبة للناس بتاع مش كده، غير الآية بتاعت من يستطيع أن يفعل حسنا ولا يفعل فذلك خطية له. ده كانت موضوع العظة بتاعت أبونا اللي أنا بقول لحضرتك سمعتها في يعني أنا لفتت نظري أنه في لعنة نزلت على شعب مؤاب لأنهم لم يستقبلوا شعب الله. وكانت العقوبة بتاعتهم إيه؟ ينقطعوا من شعب الله. يا سلام، يعني في عقوبة جامدة اللي هو أنا بنسميه give him the cold shoulder مثلا، انك حتى ما تضروش وما تفيدوش، انما يجي من بعيد تروح متدور الوش الثاني وتتجاهل وجوده. الناس بتحس بالكلام ده. وبعدين احنا يعني احنا متعلمين ومثقفين، يعني الى جانب ان ده امر من ربنا، احنا عارفين ان الناس بتبقى عايزه تو بي انكلودد. انك انت تحرم بني ادم من ان هو يبقى جزء من شعب الكنيسه، اما بتحرمه من كده مش هيقدر يكمل. فما بتعمله بتحرمه من بتحرمه بالشركه مع المسيح، وممكن تكون سبب في ان هو يفقد حياته الابديه. وبالاخص تين ايجرز، السن الصغير اللي هو عنده مغريات العالم كلها بره بتشده، ويروح الكنيسه ما يلاقيش الحضن، ما يلاقيش الشركه الروحيه، ما يلاقيش الابتسامه، نتوقع منه ايه؟ مش عاوز أطول في الموضوع ده، نعود إلى مشاهدة كذا فيديو كليب. إيه الشركة الروحية مكلفة مرهقة من حيث الناس اللي بتخدم، يعني الرسل عملوا خدمة الموائد وأقاموا 7 شمامسة لخدمة الموائد. فكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كنيسة ماريموروس في وينيبيك بتتبع سفر أعمال الرسل في تقديم خدمة الموائد. خدمة الموائد نجد الروح تظهر في الضيوف الكنديين، ونفس الخدام نرى مدى السعادة على وجوههم وهم بيقوموا بهذه الخدمة. نستمع إلى السيدات المشرفات على المطبخ، ونشوف حوش الكنيسة في المطبخ، ونشوف رد فعل الأجانب الكنديين في اليوم الجميل اللي قضوه في شركة روحية ومائدة محبة. نبص على هذه الفيديوهات. And this is my wife Joyce. We're from Sanford. This is the second time we've attended the Coptic Festival. And thanks to our good host, Dr. Hatta, has invited us both times, and we are enjoying the new premises here very much, much larger than the other premises. And
What impresses us is the amount of volunteer work you have here and people doing in different stations and making everybody feel at home. And I would highly recommend it to anyone else to visit the festival next year. Thank you. اسمي ميري ساكلة من كنيسة ماري مرقس في وينيبيك. أنا بس نحب نديكوا فكرة عن الفيستيبال اللي عملناه اللي بنعمله في عيد دخول السيد المسيح لأرض مصر. بيبقى دايما في أول يونيا. جزء من الفيستيبال بيبقى البازار، بيبقى على شكل مبنى على شكل هرم، بتجيب فيه حاجات منتجات فرعونية وحاجات من مصر وبنبيعها للأجانب طبعا وللمصريين. بيبقى فيه عليها إقبال عشان خاطر الحاجات دي طبعا بالنسبة لهم بتبقى جديدة ومبيعرفوهاش، وربنا يبارك الخدمة في الكنيسة وتبقى دايما كل سنة. ميرسي. أنا اسمي مدونة فرج، كنا من السنة دي ماسكين الفوتوبوس. الفوتوبوس دوت احنا بنهتم بان احنا نجيب لبس فرعوني مصري قديم للناس، والناس بتلبس اللبس دوت وبنصورهم، بيبقى فيه باك جراوندز هما بيختاروها، باك جراوندز مصرية وبنصورهم بيها وبياخدوا الفريم وهم ماشيين، وبرضه بنكتب لهم اساميهم باللغه الفرعونيه او باللغه القبطيه كوسيله ان هم يعرفوا اكتر الكالتشر المصري القديم. الحضارة القبطية في وينيبيك، جزء من الحضارة القبطية في المهجر، هذا مع عنوان الفصل نمرة 21 من هذا الكتاب. الكتاب The Coptic Civilization من المحرر الأستاذ الدكتور جودة جبرة، أستاذ الدراسات القبطية بجامعة كليرمونت. والكتاب فيه 19 مؤلف من أنحاء العالم، كل واحد كاتب شابتر، واحد عن الفن القبطي، الثاني عن الموسيقى القبطية، الليتورجية القبطية، الأدب القبطي. شابتر 21 عن الحضارة القبطية في المهجر. المتشرف أن أكون مؤلف هذا الكتاب الفصل، وفي ذهني لذلك الحضارة القبطية التي ظهرت لنا اليوم في مدينة وينيبيك الكندية. ونشكر الله أن هذه الحضارة، زي ما قلنا كتير، الحضارة القبطية من سماتها أنها متشابكة مع الروحانية القبطية. زي كده لا تستطيع أنك تفصل الروحانية القبطية عن الحضارة القبطية. وجود أحدهما زي الروح والجسد، الاثنين متماسكين مع بعض. الكتاب ده الحضارة القبطية Coptic Civilization يمكن شراءه من أوتلتس زي مثلا Amazon.com بحوالي $40. 360 صفحة من أجود الإخراج باللغة الإنجليزية، وفي صور جميلة جدا من متاحف العالم ومن كنائس ومن المتحف القبطي في القاهرة باللغة الإنجليزية للجيل الثاني والثالث، وأول كتاب تحت هذا العنوان. كانت يعني العالم كان ينتظر هذا الكتاب عشان يعرف ان في حاجة اسمها الحضارة القبطية. فلذلك نعود الى الحضارة القبطية في وينيبيك. من سمات الحضارة ان يبقى في تخطيط وفي تنظيم وفي عمل جماعي لهدف سامي مشترك لفايدة الجماعة ولفايدة البشرية. زي ما شفنا في هذا الاحتفال بدخول السيد المسيح أرض مصر في كنيسة القديس مرقس في وينيبيك، قائم أيضا على التخطيط. ولذلك نجد، هنشوف على الشاشة الكوميتيز بتاعت اللجان تنظيم الاجتماع، حوالي 15 لجنة لتنظيم الاجتماع. زي ما هنقرأ على الشاشة هنلاقي لجنة التخطيط والإعلانات، لجنة العلاقات العامة، لجنة الصلاة.
حاجة جميلة جدا ان يكون في لجنة اسمها لجنة الصلاة، وكما علمت من الاخوة في ونبك قالوا لي لجنة الصلاة تصلي قبل شهرين، من تبتدي تصلي شهرين قبل الاحتفال، ثم اثناء السبت والحد بتوع الاحتفال عندهم أوضة مخصوصة او يخشوا في الكنيسة يصلوا مع بعض من اجل نجاح الاجتماع طول المدة. ما هي خبرتك في لجان اخرى؟ بس هرجع لحضرتك في موضوع لجنة الصلاة دي، في لجنة البرنامج الروحي، لجنة التاريخ المصري، لجنة الترفيه، لجنة تحضير الطعام وتقديمه، لجنة الترحيب بالضيوف، لجنة تنظيم الحاجات اللي زي الترابيزات والحاجات دي، لجنة البازار، لجنة الترفيه على الأطفال، لجنة المحافظة على الكيان الكنيسة، مفيش حاجة تتكسر، مفيش حاجة ولو حصل حادثة يصلحوها بساعتها بسرعة، لجنة تنظيم الباركينج بتاع العربيات. ده ايه دي جمهورية، دي حاجة جميلة وراقية وحضارية. هذه الحضارة القبطية في تنظيمها الجميل. حضرتك لاحظتي بنفسك هذه ومنها لجنة الصلاة. نرجو نسمع تعليق. والله هو يعني أنا عايز أقول أنه لجنة الصلاة دي بتنم عن الإيمان في الكنيسة دي، لأنه الصلاة إحنا بنثق أن ربنا بيسمع صلاتنا، وأن إحنا أي حاجة لازم نرفعها في الصلاة. إيمان الشعب ده هو سبب نجاح، هو سبب نجاح المهرجان. ده شعورك ده؟ ده أكيد أكيد، ده أكيد. يعني اللي مش بيؤمن مؤمنة. إن ما كانش مؤمن ما يقدرش يعمل، يعني ما يفيش النجاح ده، ما فيش. يعني أنا هقول لك حاجة، يعني مثلا بص في أوروبا هتلاقي إن في القرون الوسطى هتلاقي من روح مثلا إسبانيا تروح إيطاليا تروح بتاع، هتلاقي فيه الكاتدرائيات العظيمة، صح؟ هتلاقي الكاتدرائيات العظيمة دي اتبنت على 500 سنة، واحد لوحده ما يقدرش يبنيها. أيوه. بتبنيها أجيال، أجيال لمدة 500 سنة. خلصت العصور الوسطى من هنا والناس بقت تفقد إيمانها، ما تلاقيش كاتدرائيات بقى تاني خلاص. أيوه. الناس تبني بيوت لروحها تسكن فيها، لأنه خلاص بقى البني آدم بيتركز على ذاته. أيوه. ما فيش كاتدرائية النهاردة مبنية في القرن في القرون الحديثة. أيوه. بص مثلا الولايات المتحدة كلها في كم كاتدرائية عندنا، وفي أي حاجة تماثل اللي في أوروبا؟ لا ما فيش. الإيمان هو اللي بيعمل الكلام. أي. لما الناس فقدت إيمانها، اللي كان بيبني لأنه واثق إن ربنا هيجازيه، لما ابتدى يفقد إيمانه خلاص ما بقاش فيه نتيجة. الكنيسة دي فيها هذه النتيجة المبهرة، لأنهم عارفين إنه في ثمرة اللي هم بيعملوه، إن ربنا سامع الصلاة. وبعدين ليه لجنة عشان أصلي؟ لأنه هم حبوا يقسموا الصلاة بطريقة منظمة، عايزين الصلاة يستمر. طب الصلاة يستمر إزاي؟ ما بقوا يعملوا يحددوا لكل واحد هيصلي مدة قد إيه، من إمتى لإمتى، بحيث إنهم بيسلموا الصلاة لبعض، واخد بالك؟ شوف الاتصال الروحي ما بينهم. 24 ساعة أو ساعة أو ساعتين. يعني مثلا يعني إيه؟ طب أنا خلصت ساعة شغلي. وبعدين فلان أنا خلصت شغلي مثلا ساعة 5، هصلي من 5 ل 6. طيب دكتور سعد هيستلم مني ساعة 6. أيوه. أوكي، دكتور سعد هيصلي من 6 ل 7، من 7 ل 8 أيمن هيصلي. أيوه. شوف الترابط ما بينهم. أيوه. شوف الثقة إن أنا ما هخلص الساعة 6 أنت هتمسك مني. هو ده شركة روحية، شركة روحية، وعرش النعمة يستجيب. ما طبعا ممكن انت تعمل مهرجان زي ده سبت وحد، وعدو الخير بدل ما نكسب أصدقاء نكسب أعداء، ونبوظ سمعتنا عند الجمهور الكندي لو شافوا مثلا اتنين بتعاركوا أو لا سمح الله، يعني أي حاجة. فعدو الخير عنده خطط ولا يمكن الانتصار عليها إلا بقوة الصلاة واستخدام كل حاجة في مكانها الصح. يعني مثلا كنا بنتكلم على المطبخ ممكن يساء استخدامه طبعا، ممكن يبقى هو سبب الهيصة والدربكة وسبب الماديات وسبب المشاكل. أيوه. وممكن يبقى سبب بركة زي عصر الرسل بالظبط. يعني كل حاجة ممكن تستخدم بطريقتين. الصلاة بتأكد وبتثبت إنها لازم تستخدم صح، بتبعد الشر وتبعد المشاكل وتخلي ربنا يحط بركته ونعمته، فالخدمة تمشي زي ما هي مفروض انها تمشي. وما تبقاش في خدمة في الكنيسة مربوطة
اي حاجه سلبيه بانه لا دي خدمه وحشه او دي خدمه قليله انا ما اعملهاش او ده يعني اي حاجه زي كده الصلاه بتضيعها. واكيد هناك عشرات وراء الكواليس يعملون في صمت وخفاء، واذا كان في 200 متطوع ربما هنشوف 10 منهم، انما في 190 بيعملوا وسعداء بثمره مجهودهم، مش مسألة ظهور، وشغالين مع بعض زي الساعة. وده أكيد. الحاجة التانية أن هم فاهمين أنه الناس ما بتخدم أو بتتطوع في الكنيسة لازم يكون في عائد. العائد ده لازم يكون في سعادة بياخدوها. طبعا كانش في سعادة روحية مش هيعمل. واضح على وجوههم جميعا السعادة والتعاون والمحبة الأخوية والفرصة اللي بنتظروها طول السنة عشان كل واحد يحط أجود ما عنده في تعاون متكامل لإخراج خدمة الناس تتذكرها سنة بعد سنة، ويعرفوا إيه هي الكنيسة القبطية وأمجادها وآلامها الحاضرة والماضية ومدى خبرة الكنيسة القبطية في معرفة المسيح، زي ما بتشوفنا داخل الكنيسة عندهم كنيستين، واحد عربي وواحد انجليزي داخل تحت نفس السقف، وعندهم مشروع بناء كنيسة كبيرة جديدة كمان لسبب ازدياد عدد الشعب، حاجة جميلة جدا جدا. ويعني الكلام ده خلى انهم سهل انهم يغطوا مشاكل بعض. يعني مثلا واحد انا كنت محتاجة حد يساعدني دايما في المحاضرات، بيبقى معايا واحد يعني بيعمل الكمبيوتر مش عارفه ايه، يبقى دايما متاكد الاي تي، يعني يبقى في واحد اي تي علشان اي مشكله تحصل ما نوقفش وما نقولش للناس معلش استنوا شويه واظبط السلك وكده فدايما لازم يبقى في حد على الاقل موجود. فاللي ساعدني اول يوم، تاني يوم تعب، انا ما حسيتش، كنت فاكره ان هو اللي هيجي تاني يوم، جت بداله واحده تانيه، دكتوره تانيه تساعدني، ولا قالوا لي اصل فلان تعب، ولا في واحد ظهر عمل الشغل، خلصنا مشينا روحنا ما فيش اي مشكله. ما عرفتش ان هو تعب الا بعدها بالليل، هو فين فلان يا جماعه ده فلان تعبان، لكن لا قصده ايه، طبيعي ان واحد هيتعب. لكن لما بيكون في لجنه بتنظم بتلاقي وانه الناس دي بتحب بعضها وبتكلم بعض وبتعتمد على بعض وعارفه ان فلان هيغطيني، ما فيش مشكله خالص. ما تحسش باي حاجه، تحس ان الشغل ماشي هادين كويسين، كل الناس مبسوطه، كل الناس فرحانه، مفيش حد زعلان، مفيش حد متضايق، كله سعيد، كله حاسس بالفولفيلمنت. الحقيقه حاجتين، الحاجه الاولى ان كنائس كثيره تقوم بهذا الاحتفال او غيره. يعني انا حضرت في عده كنائس، مش عاوز اقول الكنيسه الفلانيه او الاخرى، أقول كنيسة مثلا القديسة ديميانا في بيكرز فيلد، رحت حضرت عندهم بيعملوا احتفال يوم سنوي لدعوة شعب بيكرز فيلد، وبيحضر عدد كبير مئات. أعتقد كنيسة القديسة مارينا في إيرفاين بتعمل، كنيسة العذراء والقديس أثناسيوس هنا اللي فيها لوجوس تي في بتعمل احتفال سنوي، كنيسة يوحنا الحبيب في كوفينا بتعمل، ويعني تقريبا معظم الكنائس بيعملوا بشكل أو بالآخر، ربما قليل منهم اللي بيعمل في ذكرى دخول السيد المسيح أرض مصر، وده متروك لاختيار الكنائس. إنما ولذلك نأتي لهذه النقطة، هذا البرنامج كوبتيك سيفيلايزيشن الحضارة القبطية بيدعو جميع الكنائس القبطية إنها تبعت لنا فيديوهات، اتصلوا بينا على الشاشة في الإيميل أدرس civilization@logoschannel.com هنظهره على الشاشة مرة تانية اللي هو تحت اسمي، الإيميل أدرس civilization@logoschannel.com. أرجو اتصلوا بينا على هذا العنوان ونتفق على الفورمات اللي تبعتوا لنا بيها الفيديو عشان نعمل برنامج زي كده، الحضارة القبطية في وينيبيك، الحضارة القبطية في بيكرز فيلد، الحضارة القبطية في إيرفاين، ونبين فعلا ما هي مظاهر الحضارة القبطية من خبرة كل كنيسة، وكل كنيسة عندها شيء جديد تقدمه، ونرجو ان نتمتع
بمشاهدته، واللي يحب ياخد أفكار أو يتعاون أو يتفاعل أو يكون موجود في هذا المكان في هذا وقت الاحتفال السنوي يروح يحضره. يعني أنا أحب جدا السنوات القادمة أروح أحضر احتفال وينيبيك اللي هو تقريبا بيكون في الويك إند المقابل لعيد دخول المسيح أرض مصر في 1 يونيو. أحب أروح أحضره لما أتفرجت على برنامج زي كده، أحب السنوات القادمة أتصل بيهم وأروح أحضر. ففي مكاسب كتيرة إن إحنا العالم القبطي يرتبط حول مثل هذا البرنامج، وإن شاء الله نقدم برامج أخرى عن الحضارة القبطية في مدن مختلفة في أنحاء العالم القبطي. الحاجة التانية، نرجو أنكم تعضدوا قناة لوجوس تي في، لأن هي بتنقل لكم هي الكاميرا اللي بتلف حوالين العالم القبطي لكي تربطوا ببعض في مثل هذه الحضارات، متأسف، في مثل العروض اللي عن مظاهر الحضارة ومظاهر الروحانية القبطية ومظاهر الكفاح القبطي في بلاد المهجر. الحياة في وينيبيك مش سهلة، درجة الحرارة تحت الصفر 9 شهور في السنة، أو يمكن 8 شهور في السنة ولا 7 شهور. التلج معظم شهور السنة بيغطي الأرض، المواصلات صعبة. في مثل هذا الجو نجح هذا الشعب المتغرب إن هو يحافظ على هويته القبطية وروحانيته القبطية، ويربط الجيل الثاني والثالث بأحضان المسيح له المجد وبالخبرة القبطية في موسيقاها وفنونها وشركتها الروحية وعمارتها ومنهجها الروحي وتاريخها وحاضرها في مصر، حاجات كتيرة جدا. فعددوا قناة لوجوس بالاشتراك، نرجو الاتصال باللوجوس التليفون اللي على الشاشة أو الويب سايت للتبرع، سواء على الويب سايت أو ادي كريدت كارد بتاعك للعنوان اللي على التليفون اللي على الشاشة، عشان بفيزا كارد مثلا أو أمريكان إكسبريس تتبرع بيه، حتى إن قناة لوجوس تستمر في أداء رسالتها وهي على الحروكروك أو في السالب في الواقع، وما فيش إيراد أو تبرعات شهرية كافية إن قناة لوجوس تستمر. فنرجو أنكم تستمروا. نختم ببعض الفصول السريعة، كليبات عن باقي أنشطة المهرجان، من معرض لبيع كتب لبيع إيقونات لمكتبة لألعاب أطفال، أشياء متنوعة، كليب سريع. زائد نختم أيضا بكلمات الدكتور ماجد داود أحد المنظمين للاحتفال، إن هو الحقيقة من مشاهدي قناة لوجوس وكان بيشاهد البرنامج بتاعنا الحضارة القبطية واتصل بي، لأن من حسن الحظ إن كنا زملاء في ابتدائي وإعدادي وثانوي في اسكندرية، ثم كل واحد راح في اتجاه، ولما شافني على التلفزيون اتصل وطلب مني ترشيح شخص، قلت له أحسن شخص ممكن يقدم لك المحاضرات العلمية اللي انت عاوز والروحية وجوانبها الروحية اللي عاوز تعملوها في تقدموها البرنامج، هي الدكتورة فاتن موريس جرجس، بحسب ما هو أيضا شاهد برامجها السابقة على برنامج الحضارة القبطية. فنشاهد الكليب الدكتور مجدي داود يذكر قناة لوجوس بالخير، فنشكرك يا دكتور مجدي على كلمتك الرقيقة ونستمع إليها مع بعض. وفي الخلفية أعتقد في الكتاب الضخم اللي هو في مدخل الكنيسة، الزائر يجد كتاب ضخم عن دخول أكبر من حجم بني آدم لمراحل الأسرة المقدسة في أنحاء مصر، وتقدر تقلب صفحة وتشوف المرحلة الثانية والثالثة. نستمع إلى هذا الفيديو. أنا اسمي ماريان، أنا أول سنة السنة دي أعمل كوردينيشن للفستيفال بتاع كنيسة القبطية الأرثوذكسية سان مارك.
عندنا لجان كتير، عندنا تقريبا حوالي 150 فولنتير بيشتغلوا، ومن غير الفولنتيرز دول ما ينجحش العمل ده. نشكر ربنا طبعا ان هو مد ايده، واحنا بنحاول نعرف المجتمع الكندي ايه هي الكنيسه المصريه. فبنوريهم حاجات كتير، بنوريهم ايه هي مصر في الاول في الايجيبتوراما، وبعدين بنوريهم فيلم صغير عن الكنيسه القبطيه. وبعدين الجيست سبيكر السنه دي بتتكلم عن الشايلدهود بتاع جيسوس كرايست، الثلاث سنين اللي عاشهم في مصر وايه الاختبارات اللي مر بيها وازاي يتعامل مع الشعب المصري. وفي مسرحيه كمان عاملينها انتر اكتف، بحيث ان الناس تمشي وسط مصر القديمه وتشوف ازاي كانت المصريين عايشين. لما بيخرجوا بره هنا في الباركينج لوت بتاع الكنيسه حولناه لفود كورت، وفي كمان كيدز كوميتي للاطفال تلعب. طبعا احنا بنعمل ده علشان نوري ان في مسيحيين في مصر لسه، والمسيحيه في مصر بقالها 2000 سنه وما زالت قوية، وبنحاول ان هي نعرف نفسنا في العالم كله ان احنا كنيسة رسولية بقالنا 2000 سنة على نفس الخط، ما تغيرش فيها اي حاجة. انا اسمي مجدي داوود، انا واحد من الفولنتيرز اللي اشتركوا في الفيستيفال السنة دي. احب الاول اشكر قناة لوموس تي في على انهم عرفونا بالتحضر فاتن، كانت قدمت لنا جزء مهم جدا في الفيستيفال بتاعنا، ادتنا فكرة حلوة عن زيارة العيلة المقدسة والأماكن اللي زاروها، وكانت اكسبتابل فيري ماتش لكل الفيزيتورز اللي زاروا الفيستيفال السنة دي. نتمنى ان يبقى لنا زيارات تانية معاها، ونشكر لوجوس تي في على انهم برضو هيقدموا فكرة عن الفيستيفال بتاعنا على القناة بتاعتهم دي، تدي فكرة للكنائس التانية. وبرضو احنا يهمنا ان احنا نتعلم من الكنائس اللي عندها فيستيفال زي كده علشان السنين الجاية نقدر نطور ونحسن الفيستيفال بتاعنا. فاتن، أنت سفيرة الحضارة القبطية والروحانية القبطية، وأنا أشكرك أنك مثلتي هذا الغنى القبطي الروحي الحضاري، مثلتي الهوية القبطية في رحلتك إلى وينبيك كندا، حيث تحدثتي وألقيتي 4 محاضرات عن كل هذه الأمور، وبالأخص رحلة الأسرة المقدسة في مصر. أرجو أن نسعد منك بكلمة ختامية لهذه الحلقة. في الواقع يعني أنا نفسي أقوله أنه أنا استمتعت جدا أن أنا رحت وديت المحاضرات دي، وأنه الناس استقبلتها كويس، والكنديين استقبلوها كويس، وشعب الكنيسة استقبلها كويس. لكن اللي عايز أقوله أنه أنا نفسي بقى أروح عشان أسمع سكولر تاني يكون هو بيتكلم، وأقعد أنا بقى في كرسي المتعلم، لأنه كرسي المتعلم ده كرسي حلو جدا انك تقعد وتتعلم وتستمتع بحاجه جديده ما سمعتهاش قبل كده وما عرفتهاش قبل كده، وتنمو روحيا وتنمو اجتماعيا وتنمو دينيا، وتنمو في حضارتك، وتتعلم اكتر عن نفسك وعن حياتك وعن تاريخك، ويتصل تاريخك بحاضرك ومستقبلك. اتمنى ان كل كنيسه تعمل حاجه زي كده، وتدينا كلنا فرصه ان احنا نقعد ونتعلم ونتمتع بالغنى اللي عندنا ده كله، واللي احنا يعني لم نستطع ان احنا نجيب اخره، ان احنا لسه مش قادرين ان احنا نطلع كل الثراء اللي فيه. احنا عندنا حاجات غنيه جدا، نفسي قوي ان كل كنيسه يبقى فيها كده، وانه فعلا يبقى عندنا فرصه ان احنا مش بس نروح ان احنا عشان نعلم، انما عشان نتعلم. ده املي، ونفسي المره الجايه اروح وينيبيج عشان اتمتع واسمع لاستاذ تاني في تخصص تاني اتعلم منه. أشكرك جدا 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 جدا،
نرجو أن احنا نتمتع بحضورك معنا في برنامج الحضارة القبطية في حلقات قادمة باللغة العربية والإنجليزية. طبعا احنا المشاهد العزيز يقدر يروح على يوتيوب أو على الويب سايت بتاع لوجوس شانل، وفي الحالتين يدور على الحضارة القبطية باللغة العربية أو Coptic Civilization، يطلع له معظم الحلقات السابقة ومنها ثلاث حلقات باللغة الإنجليزية للدكتورة فاتن، وأخرى باللغة العربية أيضا للدكتورة فاتن، وجميع حلقاتنا السابقة. نشكر كنيسة ماري مرقص في وينيبيك على إرسالهم هذه الكليبس وتعاونهم معنا في إخراج هذا البرنامج، وندعو جميع كنائس المهجر إنها تتعاون معنا وتبعت كليبس مشابهة ليتمجد اسم الله في وينيبيك وفي كل أنحاء العالم. ليبارك الله لوجوس شانل ويبارك كل المستمعين، ليبارك الله 7 بليون نسمة الموجودين على وجه الكرة الأرضية. نراكم في الحلقة القادمة من برنامج الحضارة القبطية. سلام واحترام.